طيب، يعطيكم العافية جميعا، يعطيهم العافية. نبلش المحاضرة، بس بعمل الويتنج روم. في عنا بس أشوف. تقريبا 18 واحد، بعرفش قديش متوقع إنه يحضروا، بعرفش قديش بالعادة يكونوا، عشان نسكر الويتنج روم. طيب، يعطيهم العافية للجميع، طلاب سنة خامسة. بالعادة حدا كتب لي بنوصل 35 30. أوكي، ما راح نبلش هلا. الموضوع طبعا هذا من ضمن كورس الاستاتيك. طيب، احنا بنحكي على كورس الاستاتيك للسنة الخامسة. عملوا فيه، بعرفش انتوا عندكم علم، او حكوا لكم انه هاي السنة تغير، مش تغير الكورس، بس كان يعطيه دكتور عاهد قدماني، ودكتور عاهد مش راح يقدر يعطي هذا الفصل الكورس، فتحول. أعطاكم أعتقد كل المحاضرات الثانية، أعتقد أعطاكم إياها دكتور إبراهيم النشاشيبي، بعرف إذا في حدا تاني شارك بالمحاضرات، وطلبوا مني أعطي موضوع واحد بما يخص البيريو. انطلب مني إنه أعطي عنوان واحد عن الاستاتيكس في البيريو. هذا هو الموضوع اللي احنا راح نحكي فيه. راح تكون محاضرتنا طبعا بس يعني محاضرة واحدة، راح تكون بيريو، راح تكون عبارة عن تو توبكس. راح نبدأ بالأول اللي هو الاستاتيك كراون لينثنينج، الثاني اللي هو راح يكون موضوع الروت كفرج أو السوفت تيشو اوجمنتيشن، يعني موضوع يعني هيك راح نحكي روت كفرج تحديدا، راح نحكي كمان على السوفت تيشو كفرج. فرح نبدا هلا في محاضره الكراون لينثنينج. رح نبدا محاضره الكراون لينثنينج. الكراون لينثنينج حكينا عنه او اخذته عنه في الفصل الاول في كورس البيريو، بس راح يكون تركيزنا هون على الاستاتيك كراون لينثنينج تحديدا. بعرفش بس اكدوا لي انه انتم شايفين الشاشه مزبوط دكتور؟ شايفين وسامعين منيح، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب بس عشان انا طيب، زي ما حكينا، انتم عندكم فكره شو يعني كراون لينثنينج، عندكم كثير فكره شو يعني استاتيك كراون لينثنينج. هذا الموضوع مش موضوع جديد ولا اول مره احنا بنسمع فيه. موضوع الكراون لينثنينج بنعرف شو مبادئه، تركيزنا اليوم على الاستاتيك كراون لينثنينج، يعني ايش هي الحالات الاستاتيك كراون لينثنينج، شو الانديكيشنز، كيف بندور عليها، شو الالترناتيفز. هذا هو الموضوع اللي راح نحكي فيه في هاي المحاضره. حالات مختلفة بنشوف، اللي هي شايفين انتم صور بيفور اند افتر، كيف بتكون الاسنان، كيف بيفور، كيف بتكون افتر الكراون لينثنينج. وهي هدفها بشكل اساسي استاتيكلي، عملت هاي العمليات بشكل اساسي فور استاتيك نيدز.
كيس مختلفة. لا رح نيجي نحكي في التفاصيل وأغلب هاي الكيسز رح نرجع عليها واحدة واحدة، بس بنحكي بشكل عام. إحنا نحكي استاتيك بالعادة، لما إحنا نحكي الإشي يكون استاتيك بنحكي عن المواضيع اللي لها علاقة بالشكل، يعني ما بنتطرق للأسنان الخلفية، في المولرز، في كمان أكثر في الأبر تيث، ما بنحكي على اللور تيث، ما بنحكي على البوستيرور تيث، لأنها مش منطقة بتنشاف بالعين، حتى لو ممكن بالنسبة إلنا إحنا تكون يعني استاتيك إنه إحنا نشوف فيها إنه شغل حلو أو إشي للدنتست يكون حلو، بس هو للمريض الإشي الستاتيك زون هي المنطقة اللي بشوفها بالعين من بعد المسافة الطبيعية. شو أنا قصدي المسافة الطبيعية؟ يعني إحنا لما يوقف شخص يحكي مع شخص بوقف على بعد متر ونص 2 متر بالوضع الطبيعي يحكي معه، فهون بكون شايف الأسنان، شكل الأسنان من هاي المسافة، ممكن يكون أقرب شوي أوكي بشوف الأسنان. بس المريض اللي بوقف على المراي وبرفع شفته وبصير يطلع على المراي وبصير يقول بس هاي هيك وبس هاي هيك وبس هاي هيك، هذا المريض بيكون تجاوز حدود اللي هو اللي احنا بنحكي عنها الاشياء الاستاتيك زون، الاستاتيك فيو لشكل الاسنان. لانه اذا بتوقف على المراي وبترفع شفتك بتصير تشوف اشياء عن قرب وبتصير تشوف اشياء بدقه ما بتبين الوضع الطبيعي من لو حدا قاعد واقف قبالك وبيحكي معك وشايفك. فهذا الإشي كمان لازم ناخده بعين الاعتبار، خاصة لما إحنا نتعامل مع المرضى. رح نرجع لهذا الموضوع كمان شوي. طيب بالنسبة لمريضة زي هيك كيس بدنا نحكي عنها، إذا ملاحظين إنه هي في عندها كان missing lateral incisor. هاي المريضة أجت على العيادة، عيادة أنا كنت شغال فيها بالصدفة عند مركز طبيب أسنان وهو بيعمل زراعة أسنان، وأجت كانت بتحكي له أنه أنا بدي أزرع السن محل هذا السن، وبدأت تحكي له أنا مستعجلة وعندي عرسي على الصيف وبعد 2 3 أشهر عندي عرس من هذا الحكي. فالدكتور بده يعني كان almost يعني بحضر أنه يزرع لها، لأنه هي كانت حكي معه بتقوله بدي أجع زراعة ومستعجلة وبدك بدي أشتغل في نفس اليوم. فبسألني بقول لي شو رأيك، قلت له يعني فكنت أحكي معها الصبية، فبحكي لها يعني أنت خلينا نحدد إيش الأولويات عندك، عن إيش أنت بتحكي، إحنا بنحكي هون عن missing tooth. سألتها أنت عاجبك شكل الأسنان؟ بتقولي لا أنا مش عاجبني شكل الأسنان. الزرعة مش راح تحل شكل الأسنان. نيجي نطلع شو ممكن نطلع بشكل الأسنان بشكل عام. شايفين الإنسايز الأج قديش نازل؟ نعمل لها crown lengthening لهي المريضة ونعمل لها temporary crown. هذا temporary crown اللي طلعت فيه، وبعد أشهر قليلة نعمل permanent crown اللي إحنا شايفينه بهذا الشكل. فهون كان الشكل قبل وكان الشكل بعد، ومحل missing tooth وكان عبارة عن cantilever، يعني نعمل cantilever ما نعملت زرعة، نعمل جسر جديد من اللاترال الشمال لللاترال اليمين، وكان هذا عبارة عن cantilever. طبعا اللي سمح لنا انه نقدر نعمل هذا الاشي، اول اشي انه احنا عملنا crown lengthening اشي طبيعي، طولنا الاسنان، قللنا الجامي سمايل زي ما انتم شايفين. في حدا بيسأل؟ بس بدي احكي لك انه في طلاب بحاول يفوتوا على الميتنج ومش ضابط معهم. انا سكرت يعني خلاص ما بقدر حد يفوت، ما هو بضل يرنرن. انا بصراحه لحظه اشوف هاي امتى هلا راح يقدر يفوتوا. تمام، راح تضل هيك ولا راح ترجع تسكره؟ مش بفكر ارجع اسكره الا اذا عرفت كيف اعمل انه ما يضل يرن كل ما حدا يدخل. لا بس مش بضل هيك، بضل هيك. شايفه. طيب، او تعمل حد كوهوست يعمل ادمشن عليه. اوكي لحظه اشوف. فيش حدا هلا ويتنج روم. شو الكاميرا؟
تقدر تعمل display the sound، بس مش عارف من وين عشان هيك. طيب خليها هلا مفتوح حاليا، بده يدخل يدخل. طيب عندنا هاي المريضة كنا فيها اللي سمح لنا انه نعمل هذا الاشي، وين الويتنج روم؟ بس بيطلعوش عندي بالويتنج روم. تحت البارت بنت في ثلاث بارت. المظبوط مش عارف. طيب هاي امتى الويتنج روم اصلا؟ من كل قدرت انقل الويتنج روم، اما لانه هيك اوكي ماشي. نرجع لوين كنا احنا. كنا نحكي عن هاي المريضة اللي نعمل لها كراونينج ثيرينج. اللي نعمل في الكراونينج ثيرينج نعمل أصلا لثة طبعا الأسنان الأمامية الانسايزرز من الكناين الشمال تبع المريضة، يعني الكناين شمال المريضة للسنترال انسايزر، نعمل كلهم كراونينج ثيرينج. طولنا الأسنان اللي سمح لنا أنه نقصر من الإنسايزر إتش، إشي مش دائماً هو موجود في كل مريض، يعني مش صفة دائماً نكون بنلاقيها، أنه هدول الثلاث أسنان معمول لهم آر سي تي، يعني معمول إندودونتيكلي تريتد أصلاً، الإندودونتيكس كان تبعهم كويس، فإحنا هذا اللي خلانا نقدر نعمل الكراونينج ثيرينج ونبرد الأسنان ونعاد تلبيسها. بس لو هاي الأسنان فايتال أكيد ما كناش رح نقدر نعمل هذا الإشي، أو كان رحنا ممكن نحتاج نعمل elective endodontic treatment أو elective root canal treatment عشان بدنا نعمل cutting للأسنان لأنه رح نقص منها كمية كبيرة. لاحظوا الفرق اللي صار، gingival display صار كتير أقل، السمايل بطل في عندها gummy smile لهي المريضة، فبما معناه إنه هي هدف تبعها كان استاتيك اوكي، بس الحل المشكله ما كان بالشيء اللي شايفه المريض، يعني مش دائما نروح للشيء بتوجه المريض كيف شايفه او اتجاه المريض كيف هو شايفه، لانه كثير مرات بيكون مسليدنج، او بدك تحاول الشيء اللي دائما احنا بنحكي ودائما احنا بتلاقوه في الكتب، بقول لك اسمع كثير للمريض، حاول افهم من المريض شو بده. هذا الحكي مرات كطلاب انتم بتاخذوه، او يعني للوهله الاولى بنسمع وكانه شيء كلام مبالغ فيه، هذا مش كلام مبالغ فيه. اذا انت بتسمع للمريض زي ما لازم وانت مدرك قاعد بتحلل في الامور شو اللي هو قاعد بيحكي وشو اللي قاعد بيعاني منه وشو شو الحل اللي فعلا راح يساعده، انت بتكون بتريح حالك من كثير اشياء. انك لو دخلت في مثلا في هالكيس مع المريض في امبلانت وعملت له احسن امبلانت ممكن ينعمل، ما حلت له مشكله نهائيا وما اعطيته حل كان ممكن انت تعطيه يريحه ويسهل عليه ويطلع مبسوط، انتوا الاثنين تكونوا مبسوطين وانتوا الاثنين تكونوا مرتاحين، لانك انت فكرت بالاتجاه الصحيح مش بالاتجاه اللي وجهك له المريض، لانه هو ما بعرف، انت اللي بتعرف، انت المفروض اللي عندك النوليدج والاكسبيرينس. طبعا الاكسبيرينس راح تنبنى معكم مع السنوات، بس انتم عندكم النولج اللي بتبني عليه هذا الحكي. طيب نروح للسلايد اللي بعده. حالات تانية، يعني هاي حاله مثلا استاتيك كراونينج ثيرينج انعملت، شايفين البيفور والافتر، ممكن لوهله تحس انه تقريبا البيفور هو نفس الافتر، لانه الفرق اللي انعمل هو تقريبا كثير قريب، لانه الفرق اللي انعمل كثير بسيط، الفرق اللي انعمل كثير بسيط. بس هاي المريضه صدقوني كانت كثير فيري ساتيسفايد من النتيجه، يعني الفرق اللي كثير بسيط اللي احنا شايفينه
قد يكون إنه إشي لا يذكر، مش أكثر من 1 مليمتر، بالنسبة للمريضة عمل فرق كبير. طيب ليش ما عملنا أكثر من 1 مليمتر؟ ليش ما عملنا 3-4 مليمتر؟ لهي المريضة راح تكون مبسوطة أكثر، بغض النظر إنها راح تكون مبسوطة أكثر أو مش راح تكون مبسوطة، في عنا limitations، لازم نكون عارفين إنه إحنا في عنا limitations، إحنا مش ما بنقدر إحنا نحقق الكراون لينثنينج، سواء الكراون لينثنينج الفانكشنال أو الكراون لينثنينج الاستاتيك لأي حالة، لمجرد إنه إحنا حابين إنه نطول السن، ففي عنا limitations راح نمشي عليها ونشوف إيش الأشياء اللي راح تمر معنا. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم يكون في عنا مصطلحات واضحة. في إشي اسمه clinical crown، مصطلح clinical crown، وفي مصطلح anatomical crown. شو يعني clinical crown؟ clinical crown اللي هو الإشي اللي أنت بتشوفه بالعين لما تطلع في فم المريض، أو جزء من السن اللي مكشوف في oral cavity، هذا اسمه clinical crown. سواء كان هو جزء من السن اللي مغطى بالإنامل، سواء كان جزء من السن اللي مغطى بالإنامل، كل السن اللي مغطى بالإنامل، أو حتى أنت شايف الروت زي الصورة اللي على اليمين، كل اللي إحنا شايفينه هذا اسمه clinical crown. أوكي؟ فعشان هيك لما إحنا نحكي crown lengthening، إذا بدك تحكي المصطلح الأصح فأنت بتحكي clinical crown lengthening، بمعنى إنه إحنا بنعمل lengthening of the clinical crown. إحنا الجزء من السن اللي مكشوف في الأورال كافيتي هو اللي إحنا قاعدين بنطوله، ما بنقدر نعمل change في الاناتوميكال كراون، لانه الاناتوميكال كراون تعريفه هو هو المنطقه، جزء من السن بين الانسايزال ايدج او الاوكلوزال سيرفيس للسن لغايه السمنتو انامل جنكشن. السمنتو انامل جنكشن نفسه احنا ما بنقدر نغيره، احنا الشيء اللي بنقدر نغيره اللي هو الجنجيفال مارجن او البيرودونتال تيشوز. في الالونجيشن والمحاضره اللي بعدها راح تكون لما احنا بدنا نعمل شورتنينج اوف ذا، كثير من الحالات راح نشوفها شورتنينج اوف ذا كلينيكال كراون، لما احنا نحاول نعمل روت كفرج، لما يكون في عندنا اكسبوزد روتس راح نحكي فيها بالمحاضره اللي بعد هاي. طبعا كلنا بنعرف شو يعني فانكشنال كراونينج ثين. فانكشنال كراونينج ثين سن عاده بيكون مكسور او فيه كاريز لاي سبب، او بدنا نعمل ريستوريشن، ممكن كان في كراون قديمه بدنا نعمل كراون جديده، مش لاقيين محل انهم يحطوا الفينش لاين with preservation of the feral effect، خاصه اذا كان محطوط في السن فيه بوست. فعشان هيك بيكون بدنا ساوند توث ستراكشر عشان نحط الكراون على ساوند توث ستراكشر all around the tooth، وبنكون بحاجه لكراون لينثرنج بهي الحاله. هذا هو الفانكشنال كراونينج ثينج. نرجع سريعا على الفانكشنال كراونينج ثينج، هي حاله بيفور اند ايميديتلي افتر ذا سيرجري، شايفين احنا السوتشرز والدم لسه موجود. كان الكلينيكال كراون بيتلبس عليه الدكتور بقول لك انا عامل جسر، سواء كان عامل تمبرري، او مرات الدكاتره بوصل لمرحله انه بيعمل بيرمننت كراونز اند بريدجز في الحاله، يعني كونكتد كراونز، وبضله الكراون يوقع. ليش؟ لأنه ما عنده enough vertical dimension of the tooth structure اللي يعمل عليه attachment. أو بتلاقي الدكتور عشان يقدر يعمل الكراونز بطريقة إنه ما توقع، بيضطر ينزل في margins subgingivally. طب ليش إحنا في منطقة posterior area، إحنا في منطقة مش aesthetic area، ننزل في margins of the restoration subgingivally، بما إلها تبعاتها من inflammation و periodontal disease و inflammation و bleeding على طول. هذا غير إنه ممكن لما ننزل subgingivally ممكن نكون نعمل إحنا قاعدين violation of the biological width. يعني مشكلتنا في subgingival restorations إنه هي ممكن تعمل إشيئين، ممكن تعمل violation of the biological width، وهذا راح يسبب لنا inflammation of the tissues regardless مع الأورال هايجين تبع المريض، أو ممكن نعمل subgingival restoration ما يعمل violation of the biological width، وهذا راح يحتاج compliance عالي من المريض، راح يحتاج إن المريض ينظف بشكل كتير منيح عشان ما يضل يرجع الالتهابات في هاي المنطقة. فمنطقة posterior إحنا دائماً from a periodontal aspect دائما بنفضل انه الفينش لاين يكون اكوي جنجيفال او سوبرا جنجيفال، حتى يعني يكون فينش لاين احنا شايفينه. بهي الحاله انعمل كراون لينثنينج، صار الفينش لاين اللي كان سب جنجيفال صار سوبرا جنجيفال،
طبعا اكيد في الحاله راح يرجع الدكتور ينزل الفينش لاين، راح يبعده اكثر ابيكالي، بس اكيد مش راح ينزل اكثر لمنطقه السب جنجبال، يعني ممكن يوصل شوي السوبرا جنجبال ملي او نص ملي سوبرا جنجبال، او ممكن يعملوا ايكو جنجبال بس مش سب جنجبال لانه صار عنده كميه كافيه من التوث اكسبوزد. patient with previous MI مش عارف مين بيسأل سماح is contraindicated. هلا احنا مش راح ندخل في هاي الاسئله اللي مش في لب الموضوع، احنا as a crown lengthening surgery تنطبق عليها كل الكرايتيريا تبعت السيرجري العاديه، يعني اذا مريض عنده bleeding disorder، مريض بياخذ بريدنج، مريض عنده دايابيتس، اي زيها زي اي سيرجري، زيها زي اكستراكشن، زي سيرجيكال اكستراكشن، زي اي نوع سيرجري. هذا الموضوع، هاي المواضيع في تفاصيلها مش راح ندخل فيها بشكل، مش راح نتفصل فيها في المحاضره. بس الاشي اللي مهم دائما نحكيه كمان بنطبق على هاي المحاضره الكراون لينكثنينج والروت كفرج، انه احنا دائما بنحكي في هاي العمليات زيها زي اغلب دنتال سيرجريز انها هي الكتيف سيرجريز. شو يعني الكتيف سيرجري؟ يعني سيرجري انا بختار امتى بقدر اعملها، يعني انا ما في عندي كيس كراون لينكثنينج دخل على العياده، المريض دق على الباب دخل على العياده ايمرجنسي لازم تعمل له كراون لينكثنينج، فانا مضطر اعمل له كراون لينكثنينج على المحل، يعني مش ايمرجنسي كيس. زيها زي اغلب السيرجريز اللي بتنعمل في الدنتستري، السيرجريز الوحيد اللي ممكن تنعمل في الدنتستري اللي هي بدون اللي هي تكون كايمرجنسي هي اكستراكشن اوف نون ريستورابل تيوث، مريض جاي عنده بالبايتس موجوع من سن نون ريستورابل مش راح نعمل له اكستربيشن، فبنخلع السن على المحل، يعني هاي هي الحالات القليله. Otherwise it's an elective surgery وبنقدر ننظم كل شيء ما يتعلق بال systematic diseases وال health of the patient ونعمل البروتوكول المناسب لهذا المريض. مصطلح مهم نفهمه اللي هو البيولوجيكال ويث. البيولوجيكال ويث هي المسافه بين الكريست اوف ذا بون لعند البيز اوف ذا sulcus. بيز اوف ذا sulcus اللي هو هاي المسافه بتحتوي على connective tissue attachment. اذا هذا الروت سيرفيس في عندنا connective tissue attachment هي roughly 1 millimeter in vertical dimension، وفي فوقها الجنكشنال ابيثيليوم اتاتشمنت اللي هو الجنكشنال ابيثيليوم بيكون ملاصق لسطح السن، ومن بعدها بيبدا السلكس. لما احنا ندخل البروب هو عاده بوقف within the junctional epithelium، بس اذا بنعمل احنا شيء بنسميه sounding او forced probing بنقدر نوصل للبون ليفل، وهذا الساوندينج هو واحد من ال examinations اللي لازم اذا بده ينعمل لازم تكون معطي انستيزيا لانه راح يكون very painful. بنقدر نعمله بالبيريدونتال بروب، واحد من الاكزامينيشنز المهمه جدا اللي احنا بنحتاج نعملها في الكراوننج ثينج. لما نكون نعمل بلاننج دايجنوزز اند بلاننج للسيرجري نحتاج انه نعمل ساوندينج عشان نعرف وين البون ليفل موجود. من بدايه البون ليفل الكريست اوف ذا بون هو اللي لازم نعتبر انه في عندنا at least 2 millimeters او عشان to have a safety margin نعملها 3 millimeters from the margin of the restoration، سواء كانت filling او كان crown او veneer لازم يكون بعيد عن الكريست at least 3 millimeters vertically عشان ما يسبب لنا violation of the biological width. طيب كمان مره اخر كيس راح نحكي عنها في الفانكشنال crown lengthening كيس زي هاي اللي هي شفناها قبل شوي، بعد ما فتحنا الفلاب، فتحنا الفلاب عملنا ريدكشن اوف ذا بون، نعمل ريدكشن اوف ذا بون بنشوف المسافه كانت هون تقريبا 2 مليمتر لعند الفينش لاين القديم، صار هون عندنا اكثر من 3 مليمتر لعند الفينش لاين القديم، الفينش لاين القديم هو بس اخذناه هون از ريفرنس فور ديمونستريشن، بس الفينش لاين القديم هو في الاخر شيء راح يتغير او متغير، هذا اللي كان موجود يوم ما انعملت العمليه في هاي الحاله. طبعا بالنسبه للدراسه للامتحان في عندكم يعني الدراسه للماده في عندكم ارتكلز راح ابعت لكم بعد المحاضره تنتين ارتكلز، واحده للكراونينج واحده للروت كفرج او السوفت تيشو اوكومنتيشن، راح يكون طبعا هذا هو المرجع لهدول المحاضرتين تنين ريفيو ارتكلز،
كتير حلوين، بس راح تلاحظوا في الارتكل تبعت الكراون لينكثنينج انه بيكتب انه هو بيعمل البون ريدكشن. لما يعمل بون ريدكشن بيعمل بون ريدكشن وبخلي يعني بيعمل بون ريدكشن اقل من اللي هو لازم يعمله. وشو بيكون قصده؟ بقول لك انا بعمل ثينينج اوف ذا بون. يعني ركزوا معي في هاي عشان ممكن ما تنفهمش من الارتكل، ممكن ما تفهموهاش، انه بقول لكم انا لما مثلا بدي انزل حوالين السكس بدي انزل البون، اوكي، بعمل ثينينج للبون، بعمل اوستيو بلاستي، اوكي، مش اوستكتومي. لما نحكي احنا اوستكتومي بمعنى احنا قاعدين بنقص من العظم فيرتيكالي كامل، قاعدين نكشف الروت. وبقول لك انا بعمل اوستيو بلاستي، بعمل ثينينج اوف ذا بون بدون ما اوصل الروت سيرفيس، بعمل اخليه يكون طبقه رفيعه لانه بعرف ليتر اون اثناء الهيلينج شو ممكن شو راح يصير. راح يصير ريموديلينج، والمنطقه البون اللي هو ثين راح يصير لها ريزوربشن، يعني هو بقيم اقل شوي من الكميه اللي بده يقيمها لانه بيعرف اثناء الهيلينج راح يروح كمان شوي من هذا البون. شو الفائده من هذا الحكي؟ ليش هذا الحكي انه مفيد؟ لانه بقول لك انا لما اقيم من البون، اقيم ثينينج من البون، احنا بنقيم البون عاده بالانسترومنت سيرجيكال انسترومنت، بنقيمها عاده براوند بير، ممكن نقيمها في دايموند راوند دايموند، نمشي على البون سيرفيس. لما انا اخلي طبقه رفيعه من البون انا هيك بضمن انه انا بالراوند سيرفيس تبعي انا ما ضربت بالروت سيرفيس، فما عملت تروما للسمنتوم في هاي المنطقة. فإحنا بدنا at least بعد الكراون لينكثنينج بدنا at least 1 مليمتر of the root surface covered with cementum. ليش بدنا 1 مليمتر covered with cementum؟ لأن هذا السمنتوم هو اللي راح يعمل لي الاتاتشمنت الجديد في البيولوجيكال width الجديد. حكينا البيولوجيكال width بيحتاج 1 مليمتر connective tissue attachment. The connective tissue attachment الفايبرز of the connective tissue لازم تدخل في السمنتوم، ما بينفع تدخل في الدنتين. انا في هاي الصوره اذا تطلع هاي الصوره اللي مكشوف من الروت سيرفيس، وانس انه انا مشيت عليه بالراوند بير، وانس انا مشيت عليه بالسكيلر، هو نقام منه اللي هو طبقه السمنتوم، فهو دنتين، مش راح يكون في فايبرز كونكتيف تيشو فايبرز تمسك على الدنتين، لازم يبني سمنتوم جديد. ففي هاي الحاله زي اللي احنا شايفينه يا اما راح يصير مور بون ريزوربشن ل 1 مور مليمتر عشان يعمل الاتاتشمنت، او راح يكون في بقايا السمنتوم الموجوده على الروت سيرفيس راح ممكن اثناء الهيلينج ينبنى سمنتوم جديد. وهذا الشيء بيصير انه ممكن ينبنى البيرودونتال ليجمنت تعطي سيلز تعمل سمنتوم جديد حوالين هاي المنطقه الاكسبوزد روت ويعمل عليها الفايبرز. ففي الارتكل شوي اطقت، هي هاي خلينا نحكي الارتكل بتحكي عن اللي هو اشياء دقيقه، تكنيكس دقيقه كيف انه نطلع ببست ريزلتس، وهي من الاشياء المذكوره فيها، حبيت اوضح لكم اياها هون عشان ما تمرقش عليكم وما تفهموهاش. اوكي، هاي الحاله نفسها بعد سنه نو فاريشن اوف ذا بيولوجيكال ويث، المارجنز كانوا ايكو جنجيفال فينش لاينز، هيلثي جنجيفا طبعا بيحتاج المريض good oral hygiene عشان نحافظ على الهيلثي جنجيفا. ولا عمره بيقدر يكون مريض عنده كراونز اوكي ويكون عنده هيلثي جنجيفا ما يكونش فيهم بليدنج بدون ما يكون في عنده good oral hygiene. حتى ال acceptable oral hygiene في المريض اللي ما عنده restorations ما بيكون acceptable عند مريض عنده restorations قريب على الجنجيفا المارجن. هاي من الاشياء اللي احنا بنعملها اثناء الكراون لينكثنينج، بنعمل سكيلينج للروت سيرفيس. هون في المنطقه نعمل سكيلينج للروت سيرفيس انتشنالي عشان نقيم السمنتوم. يعني حكينا احنا بدنا سمنتوم لغايه 1 ملم، بس ما بدنا سمنتوم اكثر من 1 ملم، لانه اذا تركنا سمنتوم اكثر من 1 ملم ممكن يصير في عندنا ري اتاتشمنت. وهذا الشيء ممكن مرات تسمعوه من مرضى عنده كراون لينكثنينج، بقول لك انا عملت كراون لينكثنينج خاصة في الاستاتيك كراون لينكثنينج وبعد فترة رجعت بنت. ليش بعد فترة رجعت بنت؟ واحدة من الأسباب، ما بحكي إنه هذا هو السبب الوحيد، واحدة من الأسباب إنه ضل في كمية سمنتوم كبيرة على الروتس، فصار في عنا إشي بنسميه كريب، اللي هو صار زي أكنه عكس الريسيشن، صارت التيشوز تبني
باتجاه الكورونا لانها تعاود ترجع للوضع الطبيعي. هذا الكريب بصير بس في حالات مين؟ بس بصير في حالات اللي هو بيكون في عنا healthy periodontium. عادة لما احنا بنعمل aesthetic crown lengthening بنعمل aesthetic crown lengthening في healthy periodontium. بس ما بيصير اذا حدا بيقول لي ليش ما بيصير في البيرودونتايتس، لا ما بيصير في البيرودونتايتس لانه هناك احنا بنحكي عن contaminated root surface، بنحكي عن بيرودونتايتس، نحكي عن بقايا بكتيريا حتى زي ما بقولوا بتكون موجودة في الدنتينال تيوبولز. فهي الحالات ما بيصير فيها كريب وما بيصير فيها كفرج للروت شوي شوي خلال الفترة لغاية سنة ممكن، يعني بعد الكرونيكنينج لغاية سنة ممكن يصير في عنا موضوع الكريب ويصير في عنا الري اتاتشمنت على الأسنان بترجع بتغطي الأسنان بهذا الشكل. طيب هلأ حكينا على الكرونيكنينج، بدنا نحكي على الكرونيكنينج والاستاتيكس. الكراونينج ثينج لما احنا نحكي على الكراونينج ثينج في مصطلح طلاب بيستعملوه، دكاتره كثير بيستعملوه اللي هو الجنجيفيكتومي، ومصطلح مش خطا بس لازم نعرف كيف نستعمل مصطلح الجنجيفيكتومي. شو يعني جنجيفيكتومي؟ كيف نستعمل مصطلح الجنجيفيكتومي؟ الجنجيفيكتومي هو نوع من انواع التكنيكس اللي بتنعمل في الكراونينج ثينج. يعني كثير طلاب بيحكوا لي بقولهم مثلا انه بدنا نعمل كراون لينكتنج، بقول لا بدنا نعمل جنجيفيكتومي. الجمله هاي خطا. كراون لينكتنج ممكن نعمل كراون لينكتنج باي جنجيفيكتومي، ممكن نعمل كراون لينكتنج باي بيرودونتال فلاب، ايذر وان اوف ذم. الجنجيفيكتومي هي تكنيك اوف كراون لينكتنج استاتيك، سواء كان استاتيك او نون استاتيك. جنجيفيكتومي نتيجته انه راح يصير اليمجيشن اوف ذا كلينيكال كراون. بس شو هو الجنجيفيكتومي؟ شو بيفرق عن البيرودونتال فلاب اللي هو كثير ناس بتسميه اللي هي الكراونينج ثينج بيرودونتال بلاك والجنجيفيكتومي كانها انتيتي مختلفه. شو بيختلفوا عن بعض؟ الجنجيفيكتومي هو اولا كانديكيشن ما بيكون انديكيتد انه بدنا نعمل ريزكشن اوف ذا بون، اوكي، وكمان ما بتقدر تعمل ريزكشن اوف ذا بون. البيرودونتال فلاب هو انديكيتد mainly لما يكون في عندك او it's a must لما يكون في عندك indication لل cutting of the bone، اوكي، واذا عملت periodontal flap without cutting of the bone بصير. بس اذا واذا حبيت بعد ما تعمل crowning thing باستخدام periodontal flap تعمل bone resection برضه بتقدر تسويها. بس في gingivectomy بدك تكون من الاول عارف انه ما بدك تعمل cutting of the bone سواء اوستيوبلاستي او اوستيكتومي، ومش راح تقدر اذا غيرت رايك. ليش بحكي اذا غيرت رايك؟ لانه مرات خلال السيرجري بتضح لنا انه لا احنا كنا مقدرين الاشي خطا، كان بدنا بون ريزك، كنا فاكرين انه فيش بون ريزكشن صار بدنا بون ريزكشن، او العكس كنا فاكرين انه بدنا بون ريزكشن اكتشفنا انه ما بدنا بون ريزكشن. فعشان هيك انا بوضح بركز على هاي النقطه انه مش راح تقدر تغير قرارك في حالة الجنجيفيكتومي. في حالة البيرودونتال فلاب بتقدر تغير قرارك انك تعمل مور بون ريزكشن في حالة ما كنتش مقرر انك تعمل بون ريزكشن. طيب في حالة الجنجيفيكتومي طبعا للي مش عارف الجنجيفيكتومي كيف شكله راح نجي له احنا كمان شوي راح نشوف صور. بيكون في عندنا اكسبوزد ووند، والووند هذا بصير له هيلينج باي سكندري انتنشن. البيرودونتال فلاب زي تشبه الفلابس اللي بنعملها في البيريو، بنفتح الفلاب وبنسكره عن طريق سوتشرز. جنجيفيكتومي ما بحتاج سوتشرز وما بنفع نعمل فيه اي سوتشرز. البيرودونتال فلاب بعطينا accurate results، more accurate results، هاي شغلة مهمة. الجنجيفيكتومي بعطينا less accurate results، وفي نفس الوقت بحتاج less skills are needed for gingivectomy. فالشخص اللي ما عنده skills منيحة ممكن يتجه للجنجيفيكتومي لانه هو هذا الشيء اقل، فيش فيه قطب، ما بخوفش، على حساب انه كمان less results less accurate results، على حساب انه هو more painful للمريض. مش بحكي انه هو سيء، مش بحكي اذا عندك experience ما تعمل gingivectomy، بس بحكي هاي واحدة من التكنيكس اللي ممكن ناس تعملها without experience او تتجه لها ما تروح للalternative في حين انه بيحتاجوا انهم يعملوا alternative. واكبر مثال عليها، اكبر مثال اللي هو المشهور عليها اللي هو الليزر جنجيفيكتومي. لما بنعمل الليزر جنجيفيكتومي للاسف كثير مرات لما بدك تستعمل الليزر هو تقريبا اذا بتستعمله يعني الليزر اللي هو
منتشر للجنس ريكتومي، خلينا نحكي، لانه في انواع ليزرز مختلفه، ما بعرفش اذا انتم اخذتوها، بس اكثر شيء مستخدم للسوفت تيشو اللي هو الدايود ليزر. لما انت تعمل جنجيفيكتومي وذا دايود ليزر، او بدك تعمل كراون لينثنينج وذا دايود ليزر، فانت حصرت حالك في زاويه الجنجيفيكتومي. لما تحصر حالك في زاويه الجنجيفيكتومي، انت حصرت حالك في منطقه انه ما بتقدر تعمل بون ريزكشن، وهي هي انت حصرت، او يعني عملت ليميتيشن لاغلب الحالات اللي انت بدك تعالجها. هلا هذا مش كتير موضوع بدنا نحكي فيه في المحاضره، بس يعني لانه اجيت له فحبيت احكي، ممكن نعاود نرجع عليه لبعدين موضوع الليزر. خلينا في الجنجيفيكتومي، حكينا في عندنا بيريدونتال فلاب محتاج فيها سيوتشرز، اعطينا اكوريت ريزلتس، واتس ليس بينفول. ليش ليس بينفول؟ شو السبب؟ لانها بتتركش اكسبوزد ووند زي الجنجيفيكتومي. قص العظم مش زي المرضى ممكن يفكروا، يعني كثير مرضى لما احنا نيجي نحكي معهم كراونينغتون، نقول لهم هاي الكيس فيها بون ريزكشن، فيها قص عظم، بتخيلوا انه الوجع راح يزيد لانه في قص عظم، الموضوع اكبر لانه في قص عظم، بده بنج اكثر لانه في قص عظم. الموضوع مش هيك بالمره، زي ما انتم مفروض انه انتم بتعرفوا انه هذا الشيء، انه هذا مش هيك يقاس، خاصه انه احنا لما نحكي على بون ريزكشن احنا بنحكي على مليمتر. كل الكراونينغ ثينج احنا بنحكي على المليمتر، نحكي 1 و2 و3، يعني اللي بنعمل كراونينغ ثينج 4 مليمتر هذا بنعتبره يعني هذا انه عمليه الكراونينغ ثينج كبيره بالنسبه للكراونينغ ثينج. يعني الكراونينغ ثينج مفروض بس فيو مليمتر، فيري فيو مليمتر. طيب لما نيجي نحكي في الاستاتيكس، اكيد دكتور ابراهيم حكى على هذا الموضوع، بس انا بدي احكي شويه فروم ذا بيريدونتال اسبيكت، او كيف احنا از بيريدونتست بنشوفه، بس اكيد في جماعه الاستاتيكس عندهم تفاصيل اكثر بيحكوا فيها. لما نعمل احنا ايفالويشن زي ما حكينا، نعمل ايفالويشن اكسترا اورالي وانترا اورالي، وبندمج هذول التو ايفالويشنز مع بعض، بس ما بنقدر نستثني الاكسترا اورال ايفالويشن، لانه زي ما حكيت لكم في بدايه المحاضره، اذا انا في عندي شيء جوا التم هو مضايقني بالشكل بس هو ما بنشاف من برا، فإتس نونسنس إنه أقعد أعالج فيه وأحكي أنا بعمل استاتيك تريتمنت لإشي هو أصلاً مش مبين لما المريض يحكي أو يضحك أو يبتسم وتبر، ومنطقة مش قاعدة بتبين ومش قاعدة بتنشاف. فلما نحكي في الاستاتيكس نعمل إكسترا أورال وإنترا أورال إيفاليويشن. الإكسترا أورال إيفاليويشن نتطلع على الأبر ليب ليفل، قديش الأبر ليب عندي بترتفع وبتنزل، هذا إشي كتير مهم أكون عارف قديش الأبر ليب بتطلع وبتنزل عند المريض. ممكن أطلب منه يضحك، ممكن أطلب منه يحكي جملة، بقول له مثلا عد للعشرة، احكي إشي، أو أحكي معه دون ما إنه أحكي له إنه أنا قاعد بفحص بالأبر ليب مثلا، نمزح نضحك مع بعض أشوف وين الأبر ليب بتوصل، هذا إشي. ومنه بنشوف إحنا كمان الأبر ليب، بنشوف كمية جينجيفال ديسبلي من الأبر ليب، هي ببين لنا قديش في عندي display of the gingiva اللي هو بنسميها إحنا الجامي سمايل. intraorally بدي أطلع على أشياء تانية اللي هي أشياء زي length of the teeth. mainly إحنا نطلع على length of the teeth. ليش length of the teeth؟ لأنه في عنا إحنا بنعرف standard length of the incisors. نحن نطلع نحكي هلا mainly على الأبر teeth. central incisor بين 10 إلى 11.5 مليمتر. من السمنتو انامل جنكشن للانسايزال ايدج ديسبلاي، هذا الرينج الطبيعي. اقل من هيك بيكون للعين حجم او طول السن قصير، وبيكون اطول من هيك للعين طول السن طويل. فهي هي الرينجز الطبيعيه بين طول الاسنان. في عندنا اللاترال انسايزرز اقصر لانه اقصر من الانسايزر، واقصر من كمان من الجنجيفال مارجن، بتكون كمان اقرب للوسط من السنترال انسايزر. في عندنا الكناين بيرجع تقريبا طوله زي طول السنترال انسايزر. طبعا العرض كمان زي ما احنا شايفين هون بيختلف، مش راح احكي كثير في المواضيع، احنا الاطوال هي اللي بتهمنا، والطول بهمني انه انا لما اجي اعرف لما يكون في عندي سن قصير بدي اعمله الونجيشن، بطولش اكثر من هذا الرينج، لانه بعرف انه بعد هذا الرينج مش انه بس الشكل راح يصير السن مش حلو، بعد هذا الرينج انا راح اصير اكشف الروت، يعني راح يصير في عندي كشف للروت سيرفيس. واذا انا مش قاعد بحكي عن كراون، يعني احنا بنعمل كراون لينثنينج احيانا لاسنان احنا عارفين انه بعدها بدي نعملها كراونينجز او فينيرز،
وكثير مرات راح نشوف من الكيسز او من الكيس اللي شفناها بنعمل كراون لينكثنج لاسنان هي ما بدها فينيرز ولا شيء، هي بس عندها الجنجيفا اكثر، الجنجيفا المارجن مور كورونا للمكان اللي لازم تكون فيه، فاحنا بس بنعمل كاتينج. فاذا احنا كشفنا نعمل الالونجيشن، اذا احنا كشفنا من الروت سيرفيس راح يصير في عنده الروت مكشوف وراح يعمل له مشكله استاتيك اولا وسنسيتيفيتي واتيفر. في حالات اللي بده يعمل فيها كراونز كمان الفينيرز ما بحطوها على الروتس، بس في حالته بده يعمل فيها كراون ممكن يخفي هذا الشيء. اه بقول لك ممكن يخفي، ممكن انتشنالي احنا في هالحاله نعمل هذا الشيء، زي الحاله اللي ورجيناها قبل حكينا المريض اللي عندها ميسنج لاترال، لانه في هالحاله احنا كنا بحاجه انه نقص كثير من السن ومحتاجين انه نكشف من الروت سيرفيس عشان نخفف الجامي سمايل في هذيك الحاله اللي كانت. طبعا الـ length to width of the tooth هو ratio احنا بنعرفها، بنحكي انه في عندنا golden ratio اللي هي 79% او 80% نقدر نحكيها اختصارا عرض السن بالنسبه لطول السن. ففي عندنا instrument هاي اللي احنا شايفينها على الجهه اليمين، instrument صفراء بتعطيك الراتيو، يعني الازرق للازرق. طبعا في عندنا هون stopper، شايفين احنا هاي الانسترومنت زي شكل الصليب، وفي عندنا ستوبر، بنحط الستوبر على انسايزال ايدج، وبكون عندنا الازرق. يعني اذا اخذت الازرق من بدايه الازرق لبدايه الازرق لبدايه الازرق في الطول فهي النسبه 79%، اذا اخذت اللون الازرق نهايته من نهايته لنهايته لنهايه الازرق بالطول النسبه كمان 80%، والاحمر كذلك والاسود كذلك. فالانسترومنت معموله ببساطه بس عشان تريحنا، انه احنا بدل ما نقيس قديش الطول وقديش العرض نحط الانسترومنت ونشوف قديش الريشوز، نعرف احنا within the range of golden range of 79% او لا. فالانسترومنت ممكن تساعدنا. في دكاتره عندهم اياها، انا شخصيا يعني بستعملهاش في العياده، بس يعني ما عنديش شيء ضدها، هي بس بتعطيك النسب. منطقة زي هاي، يعني تخيل أسنان زي هاي، مريض عنده spacing whatever the reason، أسنان صغار، قرر إنه بده يسكر هاي spaces أو بده يغير هاي الاستماع عن طريق الكراونز. طبعاً الكراونز مش هو الحل الوحيد، في عنا alternatives تانية، مش هذا موضوعنا، بس على فرض إنه وصلنا إنه بدي نعمل كراونز لهدول الأسنان. طلع على السن اللي على الشمال اللي هو يمين المريض، خلينا نحكي لو بدينا نعمل كراون يغطي نص هاي المسافة أوكي على طول السن، بده يصير عندنا السن تقريبا نسبته 1:1 أو 99%، يعني بده يصير السن شكله مربع، وراح يكون هذا السن شكله مربع كتير شنع. بس لو نعمل نفس العرض اللي إحنا بدنا نوصل له في الحالة الثانية مع تطويل للسن، سواء تطويل الانسايزال ايدج او تطويله عن طريق السيرفايكال او السيرفايكال مارجن للكراون بالطول، بما معناه راح يصير في عندنا الريشيو حوالي 80%، راح يصير شكل السن مقبول. فاحنا محتاجين انه تطول السن، ايذر انه انسايزال ايدج ينزل لتحت او السيرفايكال ايدج يطلع لفوق. طبعا في هاي الحاله بنحتاج نعمل كراون لينكثنج. طبعا كل واحدة لها ليميتيشنز، اللي السيرفايكال المارجن نقدرش نطلع كثير، اذا احنا وصلنا الروت نقدرش نطلع كثير في الروت، لانه الروت راح يصير له ناروينج، راح يصير تركيب الفينش لاين على الروت كثير صعب. الانسايزر ايدج مش دائما احنا فري انه نقدر ننزله مور كورونالي، لانه ممكن يصير في عندنا تعارض مع الريتروسيف موفمنت في هاي الحاله. طيب انترا اورال حكينا بنعمل ايفالويشن، اكسترا اورال نعمل انترا اورال ايفالويشن. الانترا اورال ايفالويشن مهم عندنا انه يكون في عندنا سيمتري بين الجهه اليمين والجهه الشمال، يعني ممكن اللاترالز بنحكي انه الجنجيفال مارجن تبع اللاترالز تكون شوي كورونال عن الانسايزرز والكناينز، بس مرات كمان نقدر نعمل الجنجيفال مارجن تبع اللاترالز متساوي مع الانسايزرز والكناين. في الحالتين الإشي مقبول، بس المهم إنه يكون في سيمتري. يعني إذا عملنا إشي في اللاترال اليمين نعمله في اللاترال الشمال، نفس الإشي الانسايزال إيدج إذا عملناه على طول الانسايزال إيدج، في ناس بتحب تعمل الانسايزال إيدج لللاترال على طول الانسايزال إيدج للسنترال من ناحية في الكراون أو في الفينير، مقبول بنفع إنه ينعمل هذا الإشي، بس تعمله في الجهتين مش جهة آه
وجهه لا. فهذا هو الانتراورال ايفالويشن. مريض زي هذا يعني بدي اعطيكم مثال، مريض زي هذا عمل اورثودونتيك تريتمنت، كثير بنشوف مشاكل اللي هو اسيمتري، سواء الجنجيفال مارجن بتكون مغطيه الكراون زي هذه الحاله بعد الاورثو، وكثير مرات بنشوف ريسيشنز بعد الاورثو في سنجل كراون خاصه، كمان اللي هو موضوع المحاضره الثانيه، كثير مرات بنشوف ريسيشن. فبعد الاورثو في كثير مرات بنحتاج انه نعمل بيريدونتال تريتمنت او استاتيك بيريدونتال تريتمنت من هذا النوع. مريض زي هذا اجى في عنده سن اطول من سن، كان عندي اخو سكرتيره، عندي كانت تشتغل عندي سكرتيره، وكنا بدنا نعمل دوره بندور على مريض لايف ديمو، فكنا بندور على مريض لايف ديمو، فبتقول لي اه اخوي ممتاز، انا عامل تقويم وانا متاكده عنده سن اطول من سن، وراحت على البيت صورت لي اياه بالتليفون وبعتت لي مش هاي الصوره، صوره مشابهه زي هاي. قلت لها اه ممتاز، خليه يجي نفحصه عشان بدنا نخليه نعمل عليه لايف ديمونستريشن، نشوفه لايف فيديو في الدوره. اجى المريض فعلا، فتحنا تم المريض، صورنا الصوره هاي، في عنده انسايزر ادجز، في عنده جنجيفال مارجنز واحده مختلفه عن الثانيه. لغايه الان انديكيشن للاستاتيك كراون لينثنينج عاليه جدا. نيجي نطلع اكسترا اورالي، اكسترا اورالي عنده لو ليب لاين، يعني المريض يحكي يبتسم يضحك شو ما كان ما ببينش عنده جنجيفال مارجن، قد ما ضحكته مش راح يبين عنده جنجيفال مارجن. بهاي الحاله صفى اتس نوت انديكيتد، ليش نطول هدول الاسنان يصيروا جنب بعض في حاله انه هذا الشيء مش راح يكون ببين. بدك تعملها ممكن تعملها، فيش ضرر، بس اتس نوت ان استاتيك تريتمنت، لانه انت بتشغل في منطقه مش راح تنشاف. هدول المرضى، طبيعه المرضى اللي كنت احكي لكم عنهم في البدايه، انه في مريض مصر انه بده يوقف قدام المرايه ويطلع يشوف، هاي الحاله احنا بصير بيوند النيدز اوف ذا استاتيك تريتمنت، لانه هو بصير يحكي في شيء هو ما بنشاف. ومرات في مرضى زي هدول بنحكي لهم انه هذا الشيء مش راح ينشاف، بقول لك لا بس انا بدي اعمله عشان انا بشوفه، انا برتاح اذا انا عملت لي هذا التريتمنت، اتس اوكي اكسبتابل انه نعمله لانه المريض بده اياه، طالما احنا مش قاعدين بنضر المريض، بس انه احنا نكون عارفين انه هذا التريتمنت لازم نكون احنا مفهمين المريض انه هو اتس نوت ان استاتيك تريتمنت، وهذا الشيء بس الك عشان انت تشوفه، بس هو شيء ما ببينش. في الباراليزم، لما احنا نحكي على الباراليزم دائما الريفرنس تبعنا اللي هو الانتربابيلاري لاين، اللي هو بؤبؤ العين، بنرسم خط خيالي بينهم، هذا هو الريفرنس تبعنا. لما احنا نحكي جنجيفال مارجن للاسنان لازم يكون بارلل، سايز الاج هو لازم يكون بارلل، هاي هي الكيسز اللي احنا بنحكي عنها. طيب بدي امشي سريعا على كم من كيس، نحكي شويه نقاط اذا بلزم انه نحكي فيها. الكيس الاولى، مريضه عملت اورثودونت، عندها ديستما بين الاسنان، صبيه صغيره بالعمر، عملت اورثودونتيك تريتمنت، عملت تقويم، وهي هي النتيجه بعد التقويم. النتيجه بعد التقويم ممتازه تعتبر من ناحيه تقويميه، بس في عندها اسنان اكبر من اسنان زي ما احنا شايفين هون، طول الاسنان مش متناسق والاسنان صغيره. طبعا صار الشيء مزعج للمريضه، وبالعكس ممكن صارت مش حابه اسنانها اكثر من ما كانوا قبل، النتيجه اللي هي وصلت فيها. هل الاورثودونتيك تريتمنت غلط؟ لا مش غلط، بس هذا من الاشياء اللي بتصير، وهي الاشياء يعني حتى إذا إحنا بدنا نكون واضحين وصريحين مع مرضى التقويم بالذات، خاصة الناس اللي هم عندهم استاتيك ديماند عالي، لازم ينحكى لهم إنه بعد التقويم ممكن تحتاج إنه تعمل بيريدونتال كوركشن أوف ذا تيشوز، ممكن يصير في عندك بوسيبل إنه يصير في عندك أوفر جروث في الجنجيفا، بمعنى إنه الأسنان تصير أقصر، أو يصير في عندك ريسيشن، تحتاج سوفت تيشو جرافتنج في حالة الريسيشن، أو تحتاج كراون لينثنينج في حالة إنه صار في عندك شورتنينج أوف ذا كلينيكال كراون زي هالحالة. تمام. اسمع جينا نطلع هون بنشوف إنه طول الكراون في هالحالة 10 مليمتر، اكستندبل نقدر نعمله 11 أو 11.5 مليمتر. طول الكراون الثاني اللي هو أقصر 8 مليمتر، نقدر نعمله على طول السن اللي جنبه نعملهم الاثنين 10 10، أو نقدر نعمل التنين يصيروا 11 أو التنين يصيروا 11.5. إمتى بنقرر إنه التنين نعملهم 10 أو التنين 11 أو التنين 11.5؟
شو اللي بده يعطيني الانديكيشن هذا؟ اول شيء النيدز اوف ذا بيشنت، شو المريض حابب. ثاني شيء الابر ليب، هل انا الابر ليب عندي بتعلى كثير ولا بتعلاش كثير؟ بدي اطلع اكسترا اور، بدي ارجع لورا اسكر، طلع المريض من برا، اخليه يحكي يضحك يبتسم، اشوف فعلا انا بحتاج انه اطول اكثر من العشرة ولا مش محتاج اطول اكثر من العشرة، لانه معي مجال، معي مجال لغايه 11 ونص زي ما حكينا، it's within the normal range. قررنا ايش الاسنان اللي بدها تنعملها crown lengthening. نعملها الكراون لينثنج عباره عن فلاب، نعمل فلاب بهذا الشكل، نعمل ريزكشن اوف ذا بون، نفتح الفلاب نعمل ريزكشن اوف ذا بون، شبيه جدا، مش هون مش محطوطين صور العظم، بس شبيه جدا للفانكشنال crown lengthening اللي نعملها قبل. احنا بنحدد وين الفينش لاين، اللي هو الفينش مش الفينش لاين سوري، وين الجينجيفال مارجن بده يكون. من الجينجيفال مارجن النهائي اللي احنا حددناه بنبعد البون تقريبا 3 ملم، بعدين نعمل سوتشرينج للتيشوز. وهي هي النتيجه بعد شفنا وين كان، وين كنا قبل بعد الاورثودونتيك تريتمنت، وهي النتيجه بعد الكراون لينثنينج بفتره مش طويله. تمام. طيب مريض عنده violation of the biological roots. لما احنا نحكي violation of the biological roots شو يعني؟ حالة زي هاي بتمثل لنا violation of the biological root. كيف انا بقدر اعرف انه it's a violation؟ يعني اجى عند المريض قال لي انا عندي حمار هون. اوكي، كيف انا حددت انه هاي it's a violation of the biological root؟ هو مش عبارة عن gingivitis عادي او periodontitis او whatever. بعمل examination، بعمل probing، بشوف انه فيش عندنا pockets في هاي المنطقة، فيش عندنا pocket، ممكن يكون في عندي plaque، ما يكونش في عندي plaque، بس هاي الكيس تحديدا فيها اشي، فيها اشي ممكن يعطينا hint، بقدرش احكي ممكن يعطينا indication 100%، ممكن يعطينا hint. الhint اللي بعطينا اياه انه احنا بالعادة اذا قررنا الاسنان اللي فيها حواليهم inflammation، طبعا احنا بنحكي على سن 12 و13 شايفين حواليه الانفلاميشن واضح، اذا قررناهم بالاسنان اللي تحت ممكن تقول لي ما هو اللي تحت ما عليهم ريستوريشن، فالمريض لما يفرش بفرشهم بسهوله، بس اللي فوق الريستوريشن هي بتصعب وبتعمل مور بلاك اكوميليشن، فالمشكله مشكله اورال هايجين. بقول لك مزبوط هذا الشيء وارد، ولكن لانه في عندي كراونز ثانيه انا شايفها في الابر جو ومش شايف حواليها inflammation، فهذا الاشي ممكن يوحي لي انه لا، المريض في عنده good oral hygiene، المريض قاعد بنظف، قاعد بفرش اسنانه، عنده بس في منطقه مش قاعده بتتجاوب. ليش مش قاعده بتتجاوب؟ لانه هاي المنطقه فيها violation of the biological root. طيب كيف بدي اتاكد انه violation of the biological root؟ اوكي قلت لك لا مش مقتنع، او فيش كرانز ثانيه، او مش صحيح هذا الحكي، او كل الاسنان او في انفلاميشن على كل الاسنان اللي عليها كراونز، كيف بدك تتاكد اذا هو فايليشن اوف ذا بيولوجيكال؟ ببساطه بنعمل اشياءين بسيطين، نعمل سكيلينج لهذا المريض، يعني اجل ان المريض زي هيك بنعمل له سكيلينج للمنطقه ولكل منطقه فيها انفلاميشن، نعطيه انستراكشنز منيحه ونتاكد انه هو راح يتبع هاي الانستراكشنز. بمعنى كيف بتاكد انه هو راح يتبع الانستراكشنز؟ بخليه يجي بعد كم من يوم أو بعد أسبوع مثلاً، بكون داير له إنه يشتري الانتربروكسيمال برشز، أو إذا بدي أستخدم الفلوس اللي هو مع بلاستيك زي السوبر فلوس اللي بتدخل تحت البريدج، بخليه يجيبهم على العيادة بعد كم من يوم، أعلمه عليهم أتأكد إنه هو عملهم، بعدين بقول له ترجع لي فولو أب أفتر بمعدل 10 دايز أو 2 ويكس. وقتها بشوف إذا ستيل الانفلاميشن الموجود في هالمنطقة مش قاعد بروح، ممكن يتغير شوي بس مش قاعد بروح resistant، بالرغم من انه المريض قاعد بيعمل good oral hygiene، فهذا هو اشي دليل انه most probably احنا قاعدين نحكي على violation of the biological width. فلما عندي violation of the biological width كمان انا حسيت انه خلص هذا البريدج عامل لي violation of the biological width، طيب كيف بدي اعالجه؟ بضل بدي اتأكد، لانه في فاكتور مهم الاورال هايجين تبع المريض. الاورال هايجين تبع المريض قد ما احنا نشرح للمريض او نتابعه بنكونش دائما واثقين 100% انه الاورال هايجين تبع المريض هو بيرفكت. فبقول بدي اتاكد، كيف بدي اتاكد؟ ببساطه بفك البريدج، بعمل تمبرري بريدج او نفس البريدج القديم، خلص انا عارف انه راح استغني عنه، بقص المارجنز تبعته بعملها اواي فروم ذا جينجيفا، او بعمل تمبرري كراونز
المارجن تبعها away from the gingiva وبخلي المريض انه يضل يفرش اسنانه. اذا المريض رجع لي بعد اسبوعين without inflammation معناه بعرف انه فعلا كانت المشكله فقط في الكراون وهذا فيليشن اوف ذا بريش كود. اذا انا ابعدت الجنجيفا المارجن ولسه قاعد بشوف في انفلاميشن معناه برجع لا بسال حالي في شيء غلط. المشكله مش موضوع فيليشن اوف ذا بريش كود، الموضوع قد يكون شيء له علاقه بالاورال هايجين تبع المريض. او طبعا دائما ما نستثنيش الاشياء الثانيه اللي هي باثولوجيز، ممكن يكون في عندي بايوجينيك جرانيولوما مثلا، هاي بريجننسي جرانيولوما، مش انه هذا الشيء ما بنستثنيه بس له كرايتيريا كاركترستكس شوي مختلفه عن الجنجيفال مارجن. يعني الفايليشن اوف سيرجيكال ويت بيكون اكثر متماشي مع شكل الانفلاميشن ماشي مع الجنجيفال مارجن اكثر من ما هو رايح لشكل باثولوجي. حكينا شو البايوجينيكال ويت وين بيبدا، وين دو وي نيد تو ريزكت بون، when do we need to resect bone. مفروض انه احنا already صرنا كثير منا عارفينها، حكينا لما يصير في لما متوقع انه مكان الفينش لاين اللي بدي اعمله راح يعمل violation of the biological width فوقتها انا راح اعمل resection of the bone. لما يكون الفينش لاين زي هاي الحاله انا عندي الفينش لاين already موجود، في عندي temporary crown، دكتور عامل لي temporary crown وبعتها لcrown lengthening، لما انا افتح الفلاب هون انا متاكد انه بده ريزكشن اوف ذا بون، لانه لازم يكون عندي البون ليفل اواي فروم ذا فينيش لاين على الاقل، على الاقل بده يكون في عندي 3 ملم. فبقيس في البروب 3 ملم وببدا اعمل الاوستيكتومي او الاوستيوبلاستي زي ما هو موجود في الارتكل اللي راح تقراوها، بعمل اوستيوبلاستي وبعتمد على الفيري ثين بون انه يصير لها ديزوربشن بعد هيك لغايه المسافه اللي هو بده اياها. قد ما هو عمل ثيننج بيطلع بالمسافه ثيننج المسافه اللي بده اياها واللي هي بدها تكون at least 3 mm from the finish line، عشان بعد هيك لما ينعمل restoration ما ينعمل violation of the biological width في هاي الحالة. وإذا ما كان في عندنا crowns عشان ما يصير في عندي creep، يعني كمان إذا أنت ما قيمت عظم في المناطق فيش فيها crowns زي ما حكينا ناس تعمل aesthetic crowning thing بيصير عنده creep بتاعه ترجع بتغطي الجنجوة لأنه هو ما قام كفاية عظم، فالتيشوز راح تقعد تبني البيولوجيكال ويث راح يروح باتجاه الكورونا في هاي الحالة. وكمان مرة المثال حكيته هاي واحدة من الأخطاء اللي كتير بتصير بسبب الجنجيفيكتومي اللي هو لأنه ما نقامش عظم رجعت بنت اللثة. طبعا مش بحكي مستحيل يصير with a crown lengthening بس أكتر بصير with a gingivectomy لأنه ما قص عظم وكان بحاجة لقص عظم، وكتير كتير بنشوفه مع الجنجيفكتومز اللي بتنعمل بالليزر. ليش؟ لأنه الليزر هو حدد حاله يعني في منطقة هو بده يعمل بس جنجيفكتومي، حدد حاله إنه هو ما عملش بون ريزكشن، لغى احتمالية إنه يعمل بون ريزكشن. وكثير مرات ليش أنا بحكي هذا الإشي، كثير مرات وراح تشوف هذا الإشي أو اللي بروح على عيادات خاصة بتفرج بشوف هذا الإشي إنه الليزر شوية جايدنج أو كلمة الليزر محبوبة عند المرضى، بيحبوا كلمة ليزر. يعني تحكي للمريض بدي أعمل لك هذا التريتمنت، مجرد ما تحكي له بدي أعمل لك هذا العلاج بالليزر بتلاقيه حبه أو يعني مستعد إنه هو متشجع أكثر أو مستعد يدفع أكثر. فهي كلمة ليزر بياعة زي ما نحكي أو سيلينج منيحة. ليش كثير المرضى، أنا دائما بسأل حالي ليش كثير المرضى بالذات كلمة ليزر بحبوها كثير، بعرفش يعني قد يكون لأنه الليزر في المجالات الطب الثانية له إنجازات كثير كبيرة خاصة بالعينين. الليزر يعني فتح مجالات كثير كبيرة في العينين، في الأسنان مش إنه مش موجود، إحنا ما بننكر ما بنحكي إنه مش موجود، بس مش بالطريقة اللي الريفليكشن اللي عامله على المرضى إنه أنا لا. كثير أنا عندي في العيادة بيجي مرضى بقولوا بدنا نعمل أصل لثة بس بدنا بالليزر لو سمحت، بعد أقنع فيهم ليش هاي الحالة أنت ما بتزبط بالليزر، لازم أقنعهم وبتعب. فممكن يكون مش سهل لكل دكتور إنه يقدر يقنعهم أو يكون هو عارف إنه هاي الحالة مش للليزر، أقول لك خلاص المريض بده ليزر بعمل له ليزر. هو عمليا بيصير عنده الكومبليكيشن هاي إنه بيصير في عنده كريب بسبب إنه هو ما قصش من العظم. طيب عشان نعمل bone resection we need a full thickness flap، فأكيد مش gingivectomy أكيد مش ليزر.
اكستنسيف لاب فور اكسس اند فيجواليزيشن، انت بدك تقص عظم بدك تكون شايف، زي السيرجيكال اكستراكشن بدك تقص فيها عظم مثلا، اكيد بدك تفتح فلاب كافي انك انت تقدر تشوف. نستعمل فور بون ريزكشن، نستعمل روتري بيرس، نستعمل هاي او لو سبيد، بس طبعا على العظم لازم يكون في ووتر كولنت زي ما هو على الاسنان. وبالمناسبه اللي منكم عمل بون ريزكشن ممكن عملته في حاله اكستراكشن، في حاله بدكم تطولوا روت او اكستراكشن اوف توث، نعرف انه البون كثير اطرى من التوث ستراكشر، يعني البير بتقص كثير اسرع في العظم من ما هي بتقص بالاسنان. فاحنا اغلبنا او دكاتره الاسنان متعودين اكثر على قص الاسنان اكثر من متعودين على قص العظم. لما يجي قص عظم بيلاقي حاله انه قاعد بقص كثير او بدخل كثير اكثر من ما هو بده، لانه العظم كثير اطرى من الاسنان. عندنا هون preservation of the papilla، كثير مرات في الاستيتيك زون طالما احنا بنحكي في حدا بيسالني دكتور جنجفكتومي بيعمل كل الحالات بيصير فيها كريب؟ لا، ما نفهم المعلومات خطا، مش كل جنجفكتومي راح يصير فيها كريب. الجنجفكتومي اذا انعملت صح ما بتعملش كريب، بس الجنجيفكتومي واحدة من الأخطاء اللي شائعة اللي ممكن تصير فيها إنه يكون بدك قص عظم وما تعملش قص عظم، لأنك أنت معتمد الجنجيفكتومي as a technique for all crown lengthenings، أو معتمد الليزر اللي هو يعمل لك limitation وحطك في حالة إنه دائما لازم تعمل جنجيفكتومي في حالة كنت بدك تعمل قص عظم، أو ممكن تعمل مش جنجيفكتومي، ممكن تعمل crown lengthening with a flap وما تقيم كفاية عظم، أو ما تقيم السمنتوم زي ما حكينا في السكيلر. كل هاي الحالات ممكن تعمل، ممكن تكون دوافع أنه يصير في عندك كريب. فهو الكريب مش هو إشي خاص بالجنجيفكتومي، بس بنشوفه أكثر في الجنجيفكتومي بسبب هاي الحالات أنه عمل لحاله limitation الشخص اللي بيعمل هذا العلاج. طيب preservation of the papilla في حالات الكراون لينكثنينج، إحنا طبعاً بكون عندنا البابيلا إشي very important و very easy to lose. فإحنا بنكون نعمل preservation of the papilla في هاي التيشوز، بنكون خايفين إنه نعمل cutting of the papilla. واحدة من التكنيكس مثلا هاي الحالة بدنا نعملها crown lengthening، راح تشوف عشان ما نعمل extensive flap، وإحنا عارفين إنه إحنا بدنا نكشف العظم بعد ما قصينا اللثة، بدنا نقص من العظم، شفنا عملنا probing أو sounding في هاي الحالة، شفنا إنه مستوى العظم كتير قريب. في هاي الحالة إذا أنا ما عملت bone resection راح يصير في عندي كريب، حتى لو كنت قايم من السمنتوم قد ما أنا قايم راح يصير في عندي كريب في هاي الحالة. فبحتاج bone resection عشان ما نعمل cutting of the papilla، بعمل two vertical incisions صغار زي mini flap تقدر تستعمل تحكي، أو micro flap، انفتح انكشف العظم، عملنا resection of the bone في هاي المنطقة، قصينا من العظم للمسافة اللي بدنا إياها اللي هي 3 millimeters away from the new clinical from the new finish line، مش from the old finish line، لأنه finish line القديم كان لاحق جنجبال مارجن القديمة. لما قررنا إنه بدنا نعالجها هاي، إذا ملاحظين هاي الحالة كانت 2 old crowns، أوكي، عشان الأول اللي ما كانش اللي ما انتبهش، هذول 2 old crowns. مريضة بدها أسنان أطول، بدها تغير الكراونز، بغيرتهم بدها تعملهم اطول بحجم الانسايزر الطبيعي، مش بحجم شايفين احنا هون اقصر من اللاترال انسايزر وشكله مربع. فعشان نقدر نعمل كراون بالطول الطبيعي لازم يكون بدنا نعمل كراونينج ثرينج في هاي الحاله. فالكراونينج ثرينج لما نعمله بنتبع اللي هو لينث اوف ذا نيو اكسبكتد كراون، يعني بدنا نعمل الكراون الجديد طوله 11 ملم، ومن ال 11 ملم بعدها بدنا نقيم كمان 3 millimeters of the bone. بعد هيك بنعمل السوتشرينج زي ما احنا شايفين في هاي الحالة، بنستنى الهيلينج، وبعد هيك بنعمل التو نيو كراونز بالطول الجديد. شايفين after crowning thing كيف صار الشكل intraorally و extraorally قديش اتحسن. طيب بدي امشي شوية، هذا الحكي مش كتير مهم، بدنا نحكي على ايش الكونترا انديكيشنز او ايش الليميتيشنز اوف استاتيك كراون لينكثنينج. نحكي على ليميتيشنز. انا رسم الخط الاسود هذا اعتبروه بيعبر الابر عن الابر ليب. اذا انا عندي هذا المريضه
اللي هي فعلا هاي مريضة اجت تطلب عند اجت تسألني على استاتيك كراوننج، بدي اطول اسناني. ليش بدك تطول اسناني؟ لانه عندي اللثة فوق مبينة، مش حلو، مش حابة شكل اللثة. طيب اضحكي، الابر ليب كثير عالية. انا في هاي الحالة قد ما بدي اعمل كراوننج ثينك، انا عندي ليميتيشن اللي هو الكلينيكال كراون، حكينا قبل، سوري، الاناتوميكال كراون، حكينا انا ما بقدر اعدي كثير في طول الكلينيكال كراون عن الاناتوميكال كراون، بقدر اعديه شويه اذا بدي اعمل كراون او اذا بدي اقص من انسايز الاتش، بس هي ما عندها ديب بايت اللي اقول بدي اقص من الانسايز الاتش ونعمل الكتف اندودونتيك تريتمنت وات ايفر واكشف من الروت وكذا وكذا وكذا. فهي ما عندها هاي الشيء اللي بقدر اعمله، في عندها اكسسيف ديسبلاي اوف ذا جنجيفا. فالكراون لينثنينج مش راح تفيد في هالحالة، أو لو بدي أطول 1 2 مليمتر راح أعملها جزء بسيط من الإشي اللي هي مضايقتها. إذا هي موافقة ممكن نعملها استاتيك كراون لينثنينج. يعني هاي مرضى من هدول النوع، شفت مرضى من هدول النوع كتير وعندهم اكسسيف جنجيفال ديسبلاي، أقول له أنا بقدر أعمل لك بس أنا ليميتد، أنا بقدر أعمل لك 2 مليمتر، بقدر أقيم لك ربع المشكلة أو خمس المشكلة بقدر أخفف لك إياها. رح تعمل معك فرق؟ رح تعمل معك فرق، بس رح تقيم كل مشكلة، مش رح تقيم المشكلة. إذا هو موافق إنه أخفف له جزء، خفف له جزء، بس إذا هو مقتنع إنه بده يحل المشكلة، مش رح نقدر نحلها عن طريق كراونينج ثينك. طيب زي ما حكينا، عنده excessive gummy smile، عنده anatomical crown almost completely exposed. في هاي الحالة في عنده not very deep bite، يدوب عنده deep bite بسيطة، اللي هي في حالة إذا بدي أروح للإكستريم أحكي بدي أعمل cutting incisal edge RCT وأعمل crowns يكونوا مغطين جزء من الروت، زي الحالة اللي في الأول اللي شفناها. والإشي الأخير إنه في عندي inflamed gingiva needs scaling and oral hygiene etc. يعني أنا ما بقدر أعمل crowning thing على inflamed gingiva. طبعا هذا الإشي محلول بس لازم نحله، إنه لازم نعمل سكيلينج، في عندنا شوية إنفلاميشن إحنا شايفين، لازم نعمل سكيلينج، أورال هايجين، يلزم المريض بالأورال هايجين، يصير في عندي ستابيليتي، بمعنى إنه يكون فيش عندي بليدينج أو سينس أوف إنفلاميشن عشان أعمل الكراونينج ثينج. لأنه إذا أنا بدي أعمل استاتيك كراونينج ثينج في منطقة فيها إنفلاميشن، راح يصير في عندي أول إشي الكاتينج، مش رح أقدر أعمل بريسايز كاتينج زي ما بدي، مش رح أقدر أرسم اللثة زي ما بدي، مش رح أقدر أخيط، رح يصير في عندي ممكن يصير في عندي نيكروزيس، ممكن يصير في عندي إنفلاميشن، بوست أوبرتيف إنفلاميشن لهاي المنطقة. وأبدأ بكتير إني أعالج الإنفلاميشن من ما أعمل السيرجري، فأكيد it's a limitation، بس خلينا نحكي it's a limitation that we can overcome، نقدر نتعدى هاي limitation، بس إذا ضلت مش رح نقدر نعمل crowning thing. طيب مريضة عندها advanced gummy smile وبدها حل، ما زال بدها حل، نعملها crowning thing. أوكي هاي المريضة تحديدا إحنا شايفين صورتها، عملت لها crowning thing، طولت لها الأسنان شوي بس ما حلت كل المشكلة. إذا هي لسه بدها حل، شو الalternatives؟ في عنا alternatives، في عنا أول إشي orthognathic surgery، ممكن تعمل لأنه هاي المريضة فيش عندي صورة من الجانب، بس هو protruded premaxilla، يعني premaxilla أصلاً طالع كتير من مكانه، فالسبب المشكلة مش سبب إنه الكراونز هم بس صار، سبب إنه premaxilla طالع من مكانها. فواحد من الحلول orthognathic surgery، كلكم تعرف شو يعني orthognathic surgery، مش رح ندخل في شرح شو هي أو كيف بتنعمل. Other options، ممكن تنعمل lip fillers. lip fillers إنه ممكن ينفخوا الشف اللي فوق، لما تنفخ الشف اللي فوق بتكبر حجمها، فبيكبر حجمها لبرا وبيكبر حجمها لتحت، فبتغطي جزء من الإكسسيف جنجيفا. في كتير ناس بروحوا لهذا الحل إنه بيعملوا الفيلرز أو البوتوكس، كلكم عارفين عنه، واحدة من الإنديكيشنز اللي الناس بيعملوها إنهم يخففوا الجامي سمايل، وفي نفس الوقت بنفخ اللثة، في ناس بيعملوها بس عشان نفخ اللثة وتذر. يعني هاي احنا قاعدين بنحكي على alternatives اللي هي مش periodontal treatment، هاي الأشياء ما لها علاقة في periodontal treatment، احنا ما بنعملها as periodontist، بس هي other alternatives. في عنا كمان option اللي هو lip repositioning. lip repositioning بمعنى انه ننزل الأبر ليب لتحت، نسحب الأبر ليب لتحت
اللي ما بيعرف ما عندهش فكرة عنها بفضل إنه تفتحوا على اليوتيوب تحطوا surgical lip repositioning كيف بتنعمل. إلها مشكلة كتير كبيرة، أنا بحكي عن تجربة شخصية وعن تجربة تقريبا كل الجراحين اللي بعرفهم اللي جربوا يعملوا الليب ريبوزيشنينج. مشكلة الليب ريبوزيشنينج انك بتعملها بتخيط عن طريق السوتشز، بننزل الليب زي اكنه بنربط الابر ليب لتحت شوي، بتقلل الجامي سمايل، بكون المريض مبسوط منها شوي شوي، خلال شهر شهرين ثلاثة بصير ريلابس، الابر ليب بترجع لمكانها العادي وكأنه ما عملناش اشي. يعني الريلابس تبعها عالي جدا جدا جدا، قد يكون almost 100% ريلابس تبع السيرجيكال ليب ريبوزيشنينج. فعشان هيك انا ما عملتها كم من مره، شفت الريلابس عالي فكرت انه عندي مشكله، سالت غيري، سالت كلهم حكوا لي نفس المشكله، بطلت انا اعملها. اغلب اللي بعرفهم بطلوا يعملوها. ليش انا بحكي عملناها وبطلنا نعملها؟ لانها بعرفش كيف صار زي موضة، زي أي إشي بيصير. كمان إحنا في طب الأسنان بتنزل أشياء زي أكنها ترندز، بتلاقي إنه إشي إحنا ما كناش نعرف عنه نزل مرة واحدة ترند، صار الكل يحكي فيه، صار الكل يجربه، صار المرضى يسألوا عنه، صار الدكاترة يفكروا فيه، نزلت حالات على الفيسبوك، صار دكاترة ينزلوا كمان أكثر فيسبوك كذا إشي. قرأت عنها السيرجيكال تكنيك تبعها، مش إشي معقد، إشي بسيط، عملتها لأول مريض، تاني مريض، تالت مريض، كنت مبسوط أولها، المريض مبسوط أولها، صار عندي ريلابس زي ما حكيت لكم. فكرت إنه في عندي أنا مشكلة، سألت، طلع إنه الريلابس عند الكل، والكل اللي جربها بحاله اكتشف هذا الإشي، واللي ما جربهاش سأل غيره وصل لنفس هاي النتيجة. عشان هيك بحكي إنه جربناها فترة وراحت موضتها للليب ريبوزيشنينج. طيب اخر شيء بدنا نحكي عنه في هاي المحاضره اللي هو الريستوريشنز. في عنا مرضى كثير مرات بنعمل كراونينج ثينج لمرضى عندهم ريستوريشنز، وهذا تحديدا هو موضوع اللي بركز عليه الارتكل اللي انتم راح تدرسوه. الارتكل اللي انتم راح تدرسوه اللي هو الريفرنس هاي المحاضره هو بيحكي عن الكراونينج ثينج، الاستاتيك كراونينج ثينج بشكل عام، وتركيزه على الكراونينج ثينج في حاله انه بدك تعمل ريستوريشن، سواء كان عندك ريستوريشن قديمه او بدك تعمل ريستوريشن بدك تبدلها ريستوريشن قديم بريستوريشن جديده، او اذا ما كانش عندك ريستوريشن رح تعمل ريستوريشنز جديده. وبحكي تحديدا على موضوع البابيلا، هاو تو ميك ذا بابيلا جرو تو ذا ماكسيمم. شو يعني جرو تو ذا ماكسيمم؟ كيف أميز هذا المريض كراونينج ثينج ولا جينجيفيكتومي؟ طيب بعرفش هذا السؤال هلأ أظن نسأل، وبغض النظر إحنا راح نيجي لحالة كيف نميز. أنا جاوبت مفروض كيف نميز كراونينج ثينج من جينجيفيكتومي حسب الانديكيشن. Do you need to cut the bone؟ معنى كراونينج ثينج. Are you not sure؟ إذا أنا مش متأكد إنه أنا بدي أعمل cutting the bone خلال السيرجري ممكن يتغير معي، معناه بحتاج كراونينج ثينج. اذا انا 100% شور انه انا ما بدي اعمل كاتينج اوف ذا بون، بنفع اعمل جينجيفيكتومي او اعمل كراونينج ثينج. اعتقد هيك الجواب صار واضح لانه مرقت عليه اكثر من طريقه. طيب هاي الحاله مريض او مريضه ناسي، من اول الحالات هذا ايام الاختصاص هذا كان عندي هاي الحاله، نعم كان عنده كراون، كان عنده بريدج قديم، عامل انفلاميشن، اجى يعالج، في عنده انفلاميشن، الجسر اصلا هو مش عاجبه وعامل كثير انفلاميشن، مسكر السبيسز بين الاسنان زي ما احنا شايفين. فهو بده يغير البريدج، اوريدي بده يغير البريدج. عملنا اول شيء فيز 1 لهذا المريض، عملنا فيز 1، عملنا له سكيلينج. شوف الفرق اللي صار مع السكيلينج، بمعنى انه احنا ما في عندنا فايليشن اوف ذا بيولوجيكال ويد، شايفين احنا ما كان عندنا فايليشن اوف ذا بيولوجيكال ويد، بس لما قمنا الكراونز البروستودونتست شافهم صغار ما كانوش عاجبينه، بقول لي لا انا بدي كراونز اطول، بدنا نعملها كراونينج ثينج، لو سمحت طول لنا هدول الكراونز عشان اعرف اركب انا براحتي اعمل الشيء اللي بدي اياه. انعمل الكراونينج ثينج بهذا الشكل، انعمل افتتح فلاب، نعمل ريزكشن،
ريزكشن اوف ذا بون كراونينج شايفين ايميديتلي بوست اوبرتيف بعد هيك انعملوا الكراونز الجديده في ايام هذا الريستوراتيف كراون ايامها بالشعر حتى ما اظنش انه هو زركون مش هذا الاشي المهم في كل الاحوال حتى لو وصلنا للنتيجه الافضل زي ما احنا شايفين هون زهري في عندنا اي انفورميشن ستيل المريض بيحتاج يعمل جود اورال هايجين وجود مينتيننس لانه كمان ممكن يصير في عندنا انفورميشن. الارتكل اللي انتم راح تقرؤوها مركز على نقطه واحده مركز على كيف انه ابني البابيلا تو ذا ماكسيمم لما انا اعمل كراون لينثنج خاصه لما افتح فلاب معرض البابيلا انها يصير لها كولابسينج واحنا بنعرف القاعده تبعت البابيلا درستوها في الشابتر اللي كان معي انا واتوقع اجى عليه السؤال في الامتحان حكينا انه قديش المسافه قديش البابيلا بتعبي بين سنين وبنعرف انه الجواب اللي احنا بنعرفه حسب الكلاسيك ارتكل اللي هي تبعت تارنو في 1992 بتحكي انه المسافه بين الكونتاكت اريا والكريست اوف ذا بون اذا كانت 5 ملم اور ليس دائما بتعبي البابيلا اذا صارت 6 ملم احتمال تعبي البابيلا 50% واذا صارت 7 ملم المسافه احتمال انها تعبي 25% يعني بس ربع الحالات اللي هي 7 ملم المسافه بدنا بتغطي بس هذول الارتكلز زي ما حكيت لكم الارتكل اللي انتم راح تقراوها ناس بيشتغلوا استاتيك يعني تو ذا اند بدهم يعطوا الماكسيم يعني بقول لك اذا انا مريضي هو من فئه ال 7 ملم انا بدي اعطيه بابيلا طولها 7 ملم بدي اعطيه واذا هو ممكن يكون من الخمسة ولا الثلاثة بالمية اللي البابيلا بتعطي 8 ملم انا بدي اعطيه 8 ملم انا ما بدي اشوف الشكل او بدي اعطي الماكسيم فرصة عشان ما اشوف الشكل البابيلا زي ما هو موجود في هاي الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا. طيب كيف بعمل هذا الاشي؟ بقول لك انا gradually بدي اضلني اعطي فرصة للبابيلا بدي اعطي فرصة للبابيلا اول مرة بعمل عن طريق طبعا temporary crowns مش راح يقدر يعمل permanent crown من اولها لانه permanent crown بده يعمله بناء على البابيلا اللي نتشت معه في الاخر يعني تشوف البابيلا لوين وصلت في الاخر بعد 6 اشهر من الكراونينج بعدين بده يعمل permanent restoration. طيب عشان يعطيها maximum الفرصه بده يعمل temporary bridges temporary bridges بده يعمل contact area شوي اعلى من البابيلا ليفل بعد الكراونينج ايميديتلي بعد الهيلينج البابيلا راح تبدا تبني اذا وصلت لعند الكونتاكت اريا او وانس انها وصلت لعند الكونتاكت اريا بفك الكراون بوسع كمان شوي في الكونتاكت اريا بيرفع الكونتاكت اريا مور انسايزلي بيرفعها زي 1 ملم وبرجع البريدج وبستنى بعطي مجال كمان شهر شهر ونص لما البابيلا تعبي المنطقة تعبي توصل للكونتاكت اريا الجديد بفك الكراون بنقص كمان 1 ملم يعني ببعد الكونتاكت اريا كمان 1 ملم فروم ذا كريست اوف ذا بون بضل يعمل هذا الشيء ويعطي شهر يعمل هذا الشيء يعطي شهر شهر ونص يعطي شهر شهر ونص لغايه ما البابيلا تبطل تلحق يوصل لمدى انه البابيلا بطلت تلحق هو وسع بس البابيلا ما لحقتش خلص وانس انه البابيلا ما لحقتش حس انه البابيلا مش رح تبني اكثر من هيك بيعرف انه هذا البابيلا ليفل النهائي بيكون اعطاها at least 6 months للبابيلا وقتها بيعمل measurements وبيعمل الكونتاكت اريا على حسب طول البابيلا اللي وصلت له يعني مش رح يعمل اذا كان واصل مثلا 8 ملم او 7 ملم وفي عنده بلاك تراينجل من عند البابيلا 1 ملم مش راح يعمل الجديد مع بلاك تراينجل راح ينزل الكونتاكت اريا لعند البابيلا وين هي واصله ويثبت على اساس انه هذا هو الشيء النهائي فهذا اكثر شيء بركز عليه الارتكل لما تيجوا تقراوه وراح تلاقوا انه تركيز على هذا الشيء من هاي الناحيه فعشان حاولت انه ابسط لكم اياه انكم تكونوا فاهمين هذا الكيس راح احكي كيس سريعه هاي مريض عندها بيريدونتايتس هذا مش كيس استاتيك كراون لينثنج فهاي عندها بيريدونتايتس بمعنى انه عندها ديب بوكيتس في هاي المنطقه وبتعرف واحده من الانديكيشنز البيريدونتال سيرجري انه احنا نعمل اوبن فلاب او نعمل بوكيت اليمينيشن المفروض انه هذا في السيرجري في شابتر اكس سيرجري
بعرفش إذا حدا منكم قرأه، لأنه لسه ما أجاش في الامتحانات، في الامتحان الفاينل راح يجيكم في سنة خامسة، الأكس السيرج اللي هو شرحه الدكتور هديل. نقدر نعمل أو واحدة من الإنديكيشن تبعته إنه نعمل إليمينيشن أوف ذا بوكيتس، بدنا نقلل الدبث أوف ذا بوكيت. في عندنا هون ديب بوكيتس 5 و6 مليمتر، بدنا نقللها، بس إحنا بدنا نقللها وفي نفس الوقت الجنجيفال مارجن هي أن إيفن، فبدنا نعملها على نفس المستوى. احنا عمليا نضرب عصفورين بحجر، نعمل elimination of the pocket for the need indication للperiodontal surgery الاساسي اللي هو therapeutic، انه بدنا نعمل نقلل الperiodontal pocket في هاي الحالة، وبدنا نعمل deep scaling واحنا فاتحين الفلاب، والهدف الثاني انه احنا نعمل المارجنز على نفس الطول. وبفيدنا في هاي الحالة بالذات انه هدول الاسنان معمول لهم root canal treatment وعندها الاهم deep bite. عملياً اللي صار cutting للincisal edges، نعمل cutting للincisal edges، نعمل cutting للsoft tissue في هاي المنطقة اللي يصير even soft tissues، على حساب إنه عملنا elimination of the pockets. يعني في هاي الحالة إحنا ما عملنا bone resection لأنه البون أصلاً دايب في هاي الحالة، فإحنا عملنا بس elimination of the pocket. gingival margin عملنا crown lengthening في نفس الوقت، هي elimination and crown lengthening بسبب انه الاسنان endodontic treatment، نعمل cutting لهدول التيث على هذا المستوى، ونعمل البريدج الجديد كتير شكله احلى من الشكل اللي كان قبل، وفي نفس الوقت حلينا مشكلة deep pockets. طبعا الدراسة هي بتعرفوها التارنو اللي هي قبل شوي كنت احكي عنها، اللي هو المسافة بين الكريست اوف ذا بون والانتر والكونتاكت اريا. هاي الكونتاكت اريا عنا عمليا في التمبر كرونز كان يعملوها على مسافة معينة، عبت البابيلا يعودوا يوسعوا 1 مليمتر ويستنوا شهر وشهر ونص، لما تعبي يعودوا يبعتوا 1 مليمتر 1 مليمتر ليعطوها الماكسيموم. اوكي، هيك احنا خلصنا المحاضرة هاي اللي هي الكراون لينكثنينج. بدنا نعطي بريك 5 مينتس عشان نبدا مباشرة بمحاضرة الروت كفرج، لأنه كنت متوقع المضبوط أخلص قبل هيك، أخذت معي وقت أكثر هاي المحاضرة، فبدنا نبدأ الساعة 2 على أساس إن شاء الله نخلص على الساعة 3. بدي أحاول إنه ما نتأخرش على الساعة 3، فنعطي بريك 5 minutes ونبدأ في المحاضرة الثانية. طبعا الزوم نفسه راح يظل مفتوح.
طيب مساء الخير كمان مرة للجميع. رح نبدأ بالمحاضرة الثانية. اللي هي على soft tissue management. رح نحكي على soft tissue management. طبعا الموضوع مش بس مش implants زي ما هو محطوط هون. الموضوع هو على ال teeth and implants. يعني احنا راح نحكي هون على ال teeth mainly اكثر من ما هو على ال implants, بس راح نحكي كمان بالحالتين teeth and implants soft tissue augmentation. هلا زي ما انتم شايفين هون انا حاطط لكم كم من حاله. اوكي, هاي حالات ممكن نشوفها على الفيسبوك, ممكن نشوف على السوشيال ميديا, whatever, مش على فيسبوك, ممكن نشوف السوشيال ميديا نشوف حالات في عندنا هون السوفت تيشو اوجمنتيشن. فبدنا نحكي على هاي الحالات كيف بتصير. حالات تبدو كثير اصعب من ما هي على الحقيقه, يعني تبدو انه احنا قاعدين هون بنعمل إشي, بس هذا الإشي يعني كيف بتطبق, كيف بنعمل, هل هذا الإشي بنقدر نعمله ولا بنقدرش نعمله. وهذا الإشي بروسيجر مش يعتبر هو ادفانسد بروسيجر, خلينا نحكي. وراح نحكي طبعا على انه البريدكتابيليتي تبعته مش عاليه كثير, بس هي عاليه في حالة إنه إحنا اخترنا الحالة الصح, في حالة إحنا رحنا للإنديكيشن الصح لهي الحالة. يعني حالة زي هاي في عنا تقريباً 2-3 مليمتر على الأبر إنسايزرز صار لهم روت كفرج بعد الـ بعد الـ soft tissue augmentation surgery. طيب نحكي هاي. طيب نيجي نحكي على أغلب الجنجيفال ريسيشنز. مريض زي هيك وكثير بيجوا بيسالونه, مرضى زي هيك انا عندي جنجيفال ريسيشن, انا بدي اعمل له روت كفرج, هل تقدر تعمل لي روت كفرج لهي الحاله؟ للاسف لا, ما بنقدر احنا نعمل روت كفرج لهذا الشيء. طب شو الفرق؟ هون في عنا كمان 2-3 مليمتر ريسيشن, بس هاي الحاله هي حاله بيريدونتايتس. طيب نيجي نحكي على هاي الحالة أبسط, مريضة عندها الانتربروكسيمال اريا, في عندها سبيسز بين الأسنان كتير مضايقينها, حابة إنه هي تسكرهم, حابة إنه هي ترجع البابيلا في المناطق الانتربروكسيمالي, بدها بتسأل عن soft tissue augmentation. بتسأل بتقول لك أنا في سمعت إنه بنعمل زراعة للثة, طب أنا بدي أرجع اللثة. مزبوط, المشكلة عندها هي باللثة أساساً. يعني الاصل انه اذا احنا بدنا نصلح نرجع للايديال في هاي الحاله, الاصل انه احنا نرجع البابيلا بين هدول الاسنان, بس احنا ما بنقدر. فايتس نوت انديكيتد, مش انه اتس نوت انيد, اتس نوت انديكيتد, ما بنقدر احنا انه نحقق هذا الشيء بالروت كفرج. بينما حاله زي هاي مريض عنده ريسيشن في اللور انسايزر زي ما احنا شايفين, الريسيشن واصل تقريبا لعند الأبيكس of the lower incisor, معمول له whatever كان معمول له RCT والسن ستيبل. بعد الروت كفرج تحققنا 100% روت كفرج, تغطى السن كاملا. يعني هاي المسافة اللي هي أكبر تغطت, بس المسافات اللي كنا نحكي عنها أصغر ما تغطتش. فهو الموضوع مش بالكم, مش موضوع إنه إحنا نقدر نعمل soft tissue أو نقدرش نعمل. هل هاي الكيس indicated ل soft tissue augmentation ولا مش indicated؟ هل هي predictable, predictability تبعتها بتسمح لنا إنه إحنا نتوجه لخيار إنه نعمل soft tissue augmentation ولا لا, من أصله من الأساس مش رح تنجح؟ طيب عشان نحكي في هاي الأمور بطريقة أوضح, بدنا نحكي إنه في عنا إشي اسمه percentages of root coverage. يعني هاي الحالة إحنا بنحكي عنها إنه هي 100% or almost 100% root coverage أو complete coverage of the root after the surgery. بس هل دائما هذا الإشي بيصير؟ لا, في عنا هون الصورة اللي على الشمال إحنا شايفين 13 مليمتر root coverage. أجينا نطلع على اليمين شو اللي صاير هون, 6 مليمتر روت كفرج.
شو يعني؟ هاي العملية اللي أنتوا شايفينها، النتيجة اللي أنتوا شايفينها هون في العمل في الحالة هاي، هي بعد العملية الثانية، بمعنى إنه هون نعمل مرتين root coverage. أول مرة حققنا تقريبا 50% من root coverage بأول soft tissue grafting، أوكي، مع إنه الانتنشن تبعنا كان إنه نحقق 100%، يعني مش planned إنه إحنا بدنا نزرع 50% بعدين بدنا نزرع 50% زي ما صار. البلان من أول مرة، بس ما قدرنا نحقق 100% root coverage. المريض لسه معني، مريض حابب إنه يغطي هذا الإشي، والإنديكيشن شايفين إحنا إنه في possibility إنه إحنا نقدر نعمل 100% root coverage. فرجعنا عملنا العملية كمان مرة، وفعلا في المرة الثانية قدرنا نحقق 100% root coverage. هذا اللي صار هون. طيب نيجي نطلع على الحالة اللي على الشمال. الحالة على الشمال برضو صار في عنا 100% root coverage، وكانت indicated for soft tissue augmentation، وهي بالمناسبة حالة after orthodontic treatment. الحالة على الشمال. الحالة على اليمين هي حالة periodontitis، ما نعمل فيها، ما حاولنا نعمل فيها، ما بنقدرش nonsense إنه نحاول نعمل فيها أي نوع من soft tissue augmentation أو root coverage في هذه الحالة. وهون لازم شوي شوي خلال المحاضرة نحكي عن indications، راح نحكي عن techniques، وراح نحكي على indications هذا الشيء. عشان نحكي في indications، في عنا classification كتير مهم اللي هو Miller's classification. بتوقع إنه أنتوا أخذتوا هذا الموضوع مع الدكتورة هديل soft tissue augmentation، بس إحنا قاعدين نحكي في الموضوع من زاوية اللي هو الاستاتيكس، زي ما انطلب منا لهذا الكورس إنه نحكي في موضوع الاستاتيكس، كيف نوظف soft tissue augmentation في حالات الاستاتيك. فلازم نوضح شغلة مهمة اللي هو classification of Miller's classification. يعني ميلر قسم لنا انواع الريسيشنز او انواع الديفكتس بالجنجبه او في السوفت تيشو لاربع انواع: كلاس 1، كلاس 2، كلاس 3، كلاس 4. زي ما احنا شايفين كلاس 1 وكلاس 2 تجمعهم صفه واحده مهمه جدا اللي هي كي فاكتور، اللي احنا اذا بنطلع على 1 و 2 بنشوف انه البابيلا معبيه بين حوالين الديفكت. يعني اذا الديفكت على اللاترال انسايزر، ميزيال للاترال وديستال للاترال، في حالة كلاس 1 وكلاس 2 البابيلا معبية انتاكت بابيلا، ما في عنا ريسيشن، ما في عنا اتاتشمنت لوس، ما في عنا بوكيت في هاي المنطقة، الكونتاكت البيرودونشم انتاكت في هاي المنطقة. بينما لو اطلعنا على كلاس 3 and كلاس 4 راح نشوف في عنا اللي هو بنسميها البلاك تراينجلز، في عنا ريسيشنز كمان موجودة في الانتر بروكسيمال، وقد تكون كمان موجود في البالاتر أو في اللينجوال نفس هذا السن. وهي من الفاكتورز القاتلة بالنسبة إلنا في حالة إنه بدنا نعمل root coverage. يعني إحنا ما بنقدر نحقق في class 4 نحقق root coverage اللي إحنا بدنا إياه، زي الحالات اللي وصفناها قبل شوي. طيب نيجي نحكي كلاس 1 وكلاس 2، شو الفرق بين كلاس 1 وكلاس 2؟ كلاس 1 وكلاس 2 الفرق بينهم انه احنا عندنا الريسيشن في كلاس 1 within the keratinized gingiva، يعني في عندي لسه هون keratinized gingiva. كلاس 2 هو واصل الميوكوجينجيفال جنكشن او بيوند الميوكوجينجيفال جنكشن، يعني ما عندنا في هاي المنطقه keratinized gingiva. طبعا اذا بتسالني اني حاله مور بريدكتبل، كلاس 1 از مور بريدكتبل. بس هل هذا الفرق كثير مهم؟ مش فرق كتير مهم، نقدر احنا يعني نقدر نتجاوزه في السوفت تيشو اوجمنتيشن اللي احنا بنعمله. بس الفرق المهم لما ننتقل من كلاس 2 او كلاس 1 او 2 ننتقل ل 3 اند 4، في عنا انتاكت، في عنا اتاتشمنت لوس في البابيلا اريا، وهذا الشيء راح يصعب علينا انه احنا نعمل جرافتنج في هاي المنطقه. والسبب هو تكنيكال، السبب بالاساس انه احنا عندنا تكنيكال ايشو في السوتشرنج، انه احنا ما راح نقدر نثبت الجرافت بالسوتشرز بالطريقه المناسبه. وحتى لو قدرنا نثبت بالسوتشرز بالطريقه المناسبه، في alternatives، في طرق ثانيه انه نثبت السوتشرز، مش رح نقدر ناخذ الشيء الاهم للنجاح السوفت تيشو جرافتنج، مش رح نقدر ناخذ جود بلاد سبلاي. يعني زي ما تخيل في كلاس 4 اذا انا حطيت عندي سوفت تيشو
جرافت بغض النظر شو كان نوعها، راح نيجي لانواع السوفت تيشو جرافت اللي ممكن نحطها. لو حطيت سوفت تيشو جرافت في هاي المنطقه وثبتها وعملتها ستابيليتي اللي هو شيء مهم جدا للهيلينج، انه انا اعمل ستابيليتي في الجرافت في هاي المنطقه، مش راح تقدر تاخذ بلاد سبلاي كافي انها تعيش في الايام الاولى. واذا الجرافت اللي انا حطيته ما وصل بلاد سبلاي، مات في الايام الاولى، فهو مش راح يقدر يصمد، مش راح يبني لنا تيشوز. بينما في كلاس 1 وكلاس 2 نقدر ناخذ بلاد سبلاي غير الثبات الستابيليتي عن طريق السوسس، راح نقدر ناخذ بلاد سبلاي كثير منيح من الميزل والديستال بابيلا، بالاضافه للتيشوز الموجوده مور ابيكالي تقدر تسمح لهيلينج كثير منيح وسكسسفول جرافتنج في هاي المنطقه. طيب نيجي نحكي على كونترا انديكيشنز للروت كفرج او سوفت تيشو اوجمنتيشن. اول شيء انفكتد سايتس، احنا ما بنقدر نعمل ريجينريشن في منطقه فيها انفلاميشن. حكينا في المحاضره الاولى ان منطقه الانفلاميشن ما بنعمل فيها اصلا، بنحاول تو افويد او تو ليميت الانفلاميشن، ننزله لاقل مستوى ممكن قبل ما نعمل اي نوع من انواع الالكتيف سيرجريز. بس بالذات لما احنا نحكي على استاتيك او تحديدا لما احنا نحكي على ريجينريتيف سيرجري، ما بنقدر نعمل ريجينريشن في منطقه فيها انفلاميشن لانه راح يضاعف عندنا الهيلينج. Infected untreated pulp لو يكون في عنا contamination of the pulp طبعا مش رح نقدر نعمل soft tissue augmentation لأنه هو source of infection. فعشان هيك دائما حتى في الكراون لينكترينج دائما بتشوفوا انتو الطلاب لما كانوا يجيبوا لنا مرضى على الأبراج بدهم الكراون لينكترينج بيكون الروت كانال تريتمنت مش معمول. كنا دائما نقولهم روحوا ارجعوا على الاندو، اعملوا الروت كانال تريتمنت او على الاقل اعمل اكستربيشن ودريسنج باي كالسيوم هيدروكسيد او باي اي ميديكيشنز. اللي هو تقول لي انت بيجي تقول لي بدي اعمل الكراونينج ثينج في السن ما فيه انفكشن قبل ما اعمل السيرجري، لانه اذا عملته على انفكشن ممكن يصير في عندي فلير اب، ممكن يصير في عندي كونتامينيشن لمنطقه السيرجري وممكن تفشل كل العمليه. اجين اكثر هذا الشيء مشكله اذا احنا بنعمل ريجنريتيف سيرجري. نفس الاشي الكاريز والروت والكاريز والروت افكتس كمان هاي ممكن تسبب لنا مشكله بسبب انه الكاريز بحد ذاته هو انفكشن. كنا بنعرف انه الكاريز هو انفكشن بحد ذاته. طيب في بدنا بس انتبهوا لنا على الميكروفونات، ما حدش يفتح الميكروفونات. نعمل نعمل ميوت. طيب اذا المنطقه انكسسبل، اذا المنطقه في البوستيريور تيث، هاي كمان مشكله كثير كبيره لما نشتغل في البوستيريور اريا، لانه هاي العمليه هي عمليه دقيقه جدا. نيجي نشتغل على تحكي لي على ابر 7 ولا لور 7 ولا نيجي نشتغل على لينجوال سيرفيسز، مشكله الاكسس بتسبب لنا مشكله بحد ذاتها، ما بنقدر نتحكم بالجرافت بالسوتشرز زي ما لازم، وهي مشكله. بالاضافه الى انه اذا احنا بنحكي اليوم على الاستاتكس قاعدين بنحكي تركيزنا على الاستاتيك، اذا مش استاتيك زون اصلا فهي مش استاتيك سيرجري، مع انه الجرافتنج مرات بفيد في مولرز في ابر مولر ابر 6 ابر 7 لوور 6 لوور 7 بفيد من ناحيه فانكشنال، بس كمان هون بصير الكونتر انديكيشن انه هو مش انه احنا ما بدنا اياه لانه هو مش استاتيك، ما بنعملها لانها منطقه ان اكسسبل وصعب انه نتحكم فيها. طيب وفي عندنا كمان المال الاين توث، كمان مثال في عندنا صوره هون على المال الاين توث اللي هي شكل زي هيك، يعني هذا الكناين في عليه ريسيشن، لور كناين في عليه ريسيشن، فيش عليه انفلاميشن، هو ميلر كلاس 1 نقدر نعتبره. في عندنا انتاكت بابيلا، او اذا يعني اذا تعتبر انه البابيلا هون شوي نازله مش شيء كثير مهم. فكل الكرايتيريا الأمر فيش انفكشن فيش انفلاميشن الفيتال بالب ميلر جريد 1 اكسسبل اريا استاتيك، على فرض انه هو بدنا احنا نعمله فور استاتيك ريزن. بس المشكله الوحيده اللي راح تمنعنا نعمل روت كفرج انه هو مال الاين توت، مش لانه هو مال الاين بس لانه هو بكل بروترودد. البكل بروترودد لما احنا نعمل الجرافتنج نحطه على الروت في هاي المنطقه راح يسبب لنا تنشن، في ضغط على هاي المنطقة لأنها منطقة بارزة، والتنشن كيف بيأثر على الهيلينج؟
بيعمل ستريس، بيعمل ستريس، فما بيخلي البلد سبلاي في الايام الاولانيه توصل with osmotic pressure. احنا ليش دائما بنحكي في الريجنريشن دائما مثلا في السوتشرز، نحكي لما تعمل سوتشرز تعملش تايت سوتشرز، لان التايت سوتشرز راح تعمل ضغط على المنطقه، الضغط على المنطقه راح يقلل الاوزموتيك، راح يزيد الاوزموتيك، راح يزيد الضغط على المنطقه راح يقلل الاوزموتيك بريشر، يمنع النيوتريشن يوصل عن طريق الاوزموتيك بريشر، فمش راح يسمح له انه يصير في عندنا جود نيوتريشن، وراح يؤدي لنكروزس اوف التيشو في المنطقه. في حاله زي هاي بنحكي للمريض للاسف مش راح نقدر نعمل لك جرافتنج، بس بنقترح عليه انه يعمل أرثودونتيك تريتمنت، لو رجع السن أرثودونتيكلي رجعه لمكانه يبطل بروتروتد، وقتها نقدر إحنا نعمل لك soft tissue augmentation. في أسباب ممكن تؤدي للفشل، أسباب ممكن تؤدي للفشل أغلبها local factors. طبعاً كمان مرة في هاي المحاضرة مش راح نحكي كتير، مش راح نركز على الـ systematic factors اللي هي مهمة جداً في الهيلينج، بس في factors راح تمنعنا اللي هي systematic factors اللي هي زي السموكينج، مريض عنده ديابيتس، مريض عنده لوكالي عنده بيريدونتايتس او جنجيفايتس او بور اورال هايجين، كل هاي الاشياء اللي بتمنع الهيلينج، كل الفاكتورز سواء لوكال او سيستماتيك اللي راح تمنع الهيلينج هاي راح تاثر على نجاح العمليه تبعتنا. وفي كمان مره البيرسوناليتي اوف ذا بيشنت اللي هي اكثر شيء الاكسبكتيشنز، المريض اذا هو الاكسبكتيشنز تبعته كثير عاليه أو مش قادر يستوعب المشكلة قديش إنه إحنا مش دائما نقدر ننجح، أو ما بقدر يعمل following the instructions، مش راح يتبع التعليمات اللي إحنا راح نعطيها للمريض، أو إذا بده يضل مركز على كل إشي بده 100% بالضبط، فهذا راح يعطينا failure. قد يكون failure مش في الصف، مش في الجرافتنج نفسه، بس ممكن يكون failure بمعنى إنه هو المريض مش راضي، لأنه في الآخر أنت لما تحكي على aesthetic treatment بتطور على patient satisfaction. إذا أنت عملت إشي استاتيكلي أنت حاسه حلو، أو إحنا كأطباء أسنان شايفين إنه هو ممتاز، بس هو للمريض ما حللوش المشكلة أو ما حللوش السبب اللي هو بده إياه، فأنت بالنسبة لك هذا هو فشل، لأنه أنت ما حققتش الاستاتيك ديماند اللي هو بالأساس الكونسيرن تبع هذا المريض. إحنا بنعمل استاتيك للمريض مش إلنا، الأشياء الفانكشن إحنا بنرضي فيها حالنا أو بنرضي فيها العلم إيش بده، حتى لو المريض مش كتير شايف الفرق، بس إحنا شايفينه عارفين إنه إحنا عملنا له إشي لفائدته، بس مش ضروري هو كتير يكون مقتنع. طبعاً لازم يوافق، بس إنه ممكن يكون يوافق مش كتير مقتنع بس وافق. بس في حالة الاستاتيك لازم يكون هو موافق ومقتنع بالنتيجة عشان تقول إنه أنا نجحت في التريتمنت اللي أنا عملته. لما نحكي على soft tissue augmentation السايت، أكثر سايت اللي بناخذ منه الجرافت هو الهارت بلات، بتصير part of the heart بلات، منطقة اللي إحنا بناخذ منها الجرافت تبعونا زي ما إحنا شايفين في هاي الصورة، المنطقة اللي إحنا شايفينها. الفري جنجيفال جرافت لما ناخده من الحال قبل طلع عليه من الجهتين، في عنا outside و inner side. الأوتسايد اللي هو اللي على الجهة الشمال شايفين إنه في لمعة، اللمعة هاي بنشوفها لما يكون في عنا إبيثيليوم موجود على soft tissue graft. From the inside بنشوف اللمعة بتكون مختلفة، وشايفين إنه في عنا جزء أصفر، الأصفر اللي هو الفاتي تيشوز مع الجرافت في هالمنطقة، في عنا في البلد في عنا soft tissue أو fatty tissues، هاي بتكون موجودة كثير مرات بنشوفها كفاتي تيشوز صفرة موجودة على الجرافت من جوا، وكثير مرات إنه إحنا بنقيمها لأنه هي مش كثير مفيدة من ناحية الجرافتينج، وبتزيد لنا thickness of the graft، لأنه كمان ما بدنا الجرافت يكون كتير خميل، مرات بصعب علينا تثبيته وبصعب علينا إنه نبنيه في المناطق اللي إحنا بدنا إياها بالشكل اللي إحنا بدنا إياه. نعم، يعني هذا the inside of the graft after removal of the fatty tissues. هذا الجرافت اللي إحنا شايفينه قدامنا سواء with أو without the graft fatty tissues، هذا بنسميه احنا فري جنجيفال جرافت. والفري جنجيفال جرافت نقدر نقيم منه الابيثيليوم، بصير اسمه كونكتيف تيشو جرافت، لانه الجرافت اللي احنا شايفينه هون هو عباره عن كونكتيف تيشو with a thin layer of epithelium. في حالات، اغلب الحالات اللي احنا بنعملها ما بنكون بدنا الابيثيليوم، فبنقيم الابيثيليوم او بناخذ الجرافت
بتكنيك مختلف without the epithelium. في هاي الحالة إحنا أخذنا graft عبارة عن connective tissue and epithelium، وبنقدر extraorally برا تم المريض نقيم الإبثيليوم. كيف قمنا الفاتي تيشوز؟ نقدر بالبلاد نقيم الإبثيليوم، فبصير عبارة عن connective tissue graft. أو التكنيك نفسه، في تكنيكس مختلفة، ناخد إحنا فقط connective tissue graft without the epithelium. كل واحدة إلها indications، كل واحدة إلها أسباب إمتى بنروح للصف. لما إحنا نكون بدنا connective tissue graft، إمتى بناخده بهذا الشكل، إمتى بناخده without epithelium. كل واحدة إلها advantages و disadvantages تبعونها، رح نحكي عنها في خلال المحاضرة. طيب هذا الدونر سايت، السايت اللي أخذنا منه. إحنا لسه بنحكي على الدونر، إحنا بدنا نزرع في مكان، بس بدنا إيش اللي نزرعه. هذا هو الدونر سايت، محطوط في سوتشرينج. هون تحت السوتشر محطوط إشي معمول من الكولاجين. هذا الكولاجين عشان يوقف البليدينج في هاي المنطقة ويسرع البلود كلوت اللي بده يصير في هاي المنطقة، مثبت عن طريق سوتشرز هون. وفي عنا كمان سوتشر اللي إحنا شايفينها الأولانية. السوتشر هاي الأولانية تقريبا ما إلها علاقة بالوند سايت، بس حدا بيعرف شو هي؟ رح نتخيل، نتخيل إنه الأرتري الموجود في هاي المنطقة، في عنا greater palatine artery بيجي في هاي المنطقة، فهو عبارة عن tightness، بيعمل ligation حوالين الارتري، بنعمل tension حوالين الارتري عشان يخفف البليدنج. وكتير بيساعد هذا السوتشر انه يخفف البليدنج، عشان هيك معمول في الاول. يعني لاحظوا انه معمول قبل ما نكمل البروسيجر عشان يخفف البليدنج اللي بده يصير في هذيك المنطقة، او اللي بيكون صاير في هذيك المنطقة عبين ما نكمل الشغل الثاني، بقية الشغل اللي بدنا نسويه. طيب نيجي نحكي على حالة root coverage. في عنا هذا الـ recipient site، في عنا حكينا على donor site وين بدنا ناخد the graft، في عنا recipient site. في عنا هاي الحالة upper canine، في عنا recession تقريبا 4 أو 5 مليمتر، السن مكشوف، مع إنه كمان buccally protruded، بس buccally protruded أقل بكتير من الحالة اللي شفناها قبل، وبدنا نعملها root coverage. أجينا في البروسيجر، عملنا إشي اسمه coronal advanced flap. شو يعني coronal advanced flap؟ انفتح زي هيك incisions بالعرض وبالطول، رفعنا الفلاب زي ما إحنا شايفين، نعمل إشي اسمه periosteal cut أو periosteal incision، مش كتير مهم حاليا، بس الفكرة إنه إحنا الجرافت فتحناه وسحبناه لتحت، سحبنا الجرافت لتحت البيروستيل incision عشان نقدر نسحبه. الصورة اللي إحنا عاملينها هون، عاملين advancement للفلاب without tension، مهم جدا. إذا إحنا بدنا نعمل advancement with tension، بمعنى إنه راح نخيط، راح نلاقي إنه القطب ماسك بقوة وعامل blanching على tissues، مش راح يكون في عنا good blood supply، راح يصير عنا necrosis في هالمنطقة. عشان هيك إحنا بنوسع الفلاب بحيث إنه نسحبه without any tension. بعد هيك الجرافت اللي هو connective tissue graft في هالحالة without epithelium، نحط الجرافت بهذا الشكل وتثبت عن طريق سوتشر صغير حوالين السن. يعني ربطنا الكرافت من هون ومن هون، هاي بنسميها سلينج سوتشر. نعمل سلينج سوتشر عشان نثبت الكرافت في هاي المنطقة، بعدين سكرنا الفلاب الأصلي فوق الكرافت وخيطنا without tension. again كل هذا الاشي بده يكون without tension، كل السوتشرز without tension عشان نسمح للهيلينج انه يصير. بنشوف الهيلينج after one week، after two weeks بنقيم القطب، after 4 weeks الهيلينج قاعد بمشي بشكل كتير منيح، after 2 months النتيجة اللي احنا حصلناها. وعادة نحكي للمرضى اذا انت النتيجة الكرافتنج اللي احنا حطينا لك، لانه سؤال المريض قديش predictable، او انت لازم تحكي له انه قديش predictable، نحكي له انه احنا مش guaranteeing لهي الحالة انه احنا نقدر نعمل فيها complete root coverage سواء هاي الحالة او غيرها، وبنحكي له انه ممكن ما نغطيش زي الحالة اللي شفناها قبل، ممكن غطينا 50%، بدك نعاود نحاول نعمل سيرجري تانية، هاي وقتها بنعاود بنقيم بعد العملية الأولى هل بدنا نعاود نحاول العملية تانية إذا شفنا النتيجة مش راضيين عنها، أو ممكن نحصل على إشي تاني أو لا. بس العملية الأولى إحنا لسه مش طمنين قديش راح يكون، مع إنه شايفين إنه الفاكتورز فيفربل أو أغلبها فيفربل لنسبة كذا، لنسبة 70 أو نسبة 50 أو نسبة 100%. هون هاي الحالة أنا ما تذكرش إنه أنا وعدت المريضة في 100%، لسبب إنه إذا بتلاحظوا حسب ميلر كلاسيفيكيشن هي مش ميلر جريد 1 ولا جريد 2، هي ميلر جريد 3، لأنه في عنا الانتر بروكسيمال بابيلا رايحة،
من الجهتين. فأنا ما بقدر أحكي للمريض رح حصل 100% روت كفرج، بس نحكي للمريض النتيجة اللي بتحصلها بعد شهرين تقريبا، يعني اللي بالنتيجة اللي بنشوفها بعد شهرين يوجولي هي رح تطلها معك على طول. يعني عادة إذا إحنا النتيجة قدرنا نوصل لشهرين عادة هاي النتيجة رح تطل، مش النتيجة اللي بعد أسبوع. يعني إذا أجا قال لي بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أنا هاي أنا شايف إنه هي مغطية كامل، بقدر أقول لا استنى شوي، في الهيلينج ممكن يصير شرينكج، لسه هاي مش نتيجة نهائية، بس بعد شهرين مفروض إنه هاي النتيجة النهائية، وبهاي الحالة almost 100% coverage. الصورة هاي لنفس المريضة بعد 4 سنين again تقريبا صار في عنا 100% coverage، يعني بس عجات الدستل في ديفكت صغير، ولا هو it's an almost 100%، وهذا الاستابيليتي بضل على طول، بشرط إنه إذا بتقول لي على طول مضمون اللي بتقدر تضمنه، بقدرش أضمنه لأنه في شرط مهم، بشرط إنه المريض يكون في عنده good maintenance، ما يكونش في عنده inflammation، ما يرجعش عنده recurrence of inflammation، ما يصيرش عنده recurrence of peritonitis، بدي يعمل good maintenance. والمسبب الأساسي للريسيشن ما يرجعش. شو المسبب الأساسي؟ قد يكون المسبب الأساسي للريسيشن إنه ميكانيكال تروما. نعرف إحنا إذا المريض بيكون يفرش أجريسيفلي راح يصير في عنده ريسيشن، ممكن يكون هذا الريسيشن بسبب أجريسيف بروشينج. إذا هو بعد جرافتنج رجع يعمل أجريسيف بروشينج ممكن عاد يصير عنده ريسيشن. إذا كان بسبب بيرودونتايتس وإنفلاميشن وكالكولس وما اهتمش ممكن السبب يرجع يصير في عنده بيرودونتايتس من أول جديد. فإحنا ما بنقدر نعطي جارانتي unless المريض أو إحنا مع المريض مع بعض وقفنا المسبب الأساسي لهذا الريسيشن. شو كان المسبب لهذا الريسيشن؟ إحنا منعناه. طيب حكينا في gingival graft أو connective tissue graft. في هاي الحالة اللي إحنا عملناها قبل إحنا استعملنا free connective tissue graft، بمعنى without epithelium. ليش without epithelium؟ ما بنفع أنا أحط epithelium وأسكر عليه. Never. ما بنفع أحط epithelium تحت الفلاب وأسكر عليه الفلاب، لأنه epithelium اللي بيكون في submerged inside the tissues هذا إيش بيعمل؟ هذا بيعمل إشي اسمه السيست. يعني تعريف السيست أصلاً إنه يكون في growing epithelium beneath the tissues. فإحنا إذا بنحط الإبثيليوم إحنا قد نسبب إنه يصير فيه عنا سيست، بالإضافة إنه النيوتريشن مش راح يقدر يمرق within the epithelium، وهذا راح يسبب عنا مشكلة healing بحد ذاتها. بس على فرض حتى نجح الجرافت with epithelium راح يعمل لنا إشي مشابه للسيست، لأنه ما بصير يكون في عنا epithelium beneath the tissues. فإمتى بنستعمل free gingival graft؟ بنخلي عليها الإبثيليوم في حالات، بنخلي فعلا في حالات بنخلي عليها الإبثيليوم لما إحنا نكون بدنا نعمل الجرافت نحطه على التشوز في المنطقة الخارجية، يعني مش نسكر عليها الفلاب. وهي إلها indications إلها حالاتها، راح نشوف لقدام حالات كيف نستعمل free gingival graft. بس خلينا نحكي mostly إحنا بنروح لحالات الconnective tissue graft، وفي سبب مهم ليش احنا بنروح للكونكتيف تيشو جرافت اكثر من الفري جنجيفال جرافت. لان الفري جنجيفال جرافت لما نحافظ على الابيثيليوم ونعمل جرافتنج في منطقه خاصه اذا منطقه استاتيك زون، راح تحافظ على لونها الاصلي، واللون الاصلي هو بيشبه اللون تبع الهارد باليت، والهارد باليت لونه بياضه اكثر من بياض الجنجيفا اللي حوالين الاسنان، فراح يضل عندنا الجرافت لونه مختلف عن لون الجنجبا. يعني هاي المنطقة إذا بنطلع هون grafted نعمل free gingival graft بنشوف لون الجرافت أبيض من المناطق اللي حواليه، حتى من منطقة الجنجبا اللي حواليها هاي أبيض. ليش نعملت free gingival graft؟ كان هيك الindication. ليش ما عملناش connective tissue graft to avoid the color؟ لأنه إحنا هون مش منطقة aesthetic. يعني هاي العملية اللي نعملت بتوقع إنه هاي الكيس شرحت لكم إياها في المحاضرات البيريو لما كنا نحكي على الريجنريشن. هون عمل فري جنجيفال جرافت، وهون نعمل زي بشكل اون لخارجي نحط الجرافت وضل اللون الاصلي، لانه احنا مش خايفين ان يضل اللون، لانه هاي المنطقه ما بتبين من ناحيه لون في المنطقه الاستاتيك زون زي ما حكينا. عشان هيك في الاستاتيك زون نحاول التكنيكس نروح لها اللي هي بتستعمل كونكتيف تيشو جرافت. طيب نحكي على حالة مشابهة two implants. عنا two implants معمولين من زمان، في عنا هدول two implants، في
في عنا عليهم shadowing بمعنى انه صار thinning داب العظم حولين الامبلانتس. انعمل لهم اظن هاي الحالة كمان ورجيتكم اياها، مش عارف اذا ورجيتكم اياها ولا لا في محاضرة الريجنريشن. هون نعمل crowns whatever، كانت في thinning داب العظم على الامبلانتس، كشفنا الامبلانتس وحطينا عليها connective tissue graft، حطينا عليها connective tissue graft وغطيناها زي ما احنا شايفين بالفلاب. هون احنا هذول الحالتين، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال. هون الجهة اليمين فتحنا على التيشوز حطينا الجرافت، وهون التكملة فتحنا على الامبلانت حطينا الجرافت وسكرنا الفلاب في هاي المنطقة. كمان مرة connective tissue graft عشان بده يصير له embedding. وحكينا اذا انا شرحت لكم هاي الكيس، حكينا على الامبلانت انه هذا عبارة عن implant مكشوف من العظم، بس هو مش تحديداً peri-implantitis. This is not peri-implantitis. من الصورة لوحدها مفروض إنه أنت تقدر تحكي إنه هذا مش peri-implantitis. ليش؟ لأن peri-implantitis دائماً بيكون all around the implant، بلف حولين الimplant مع الthreads. ما بيكون في peri-implantitis على جهة بس البكل، وما بيكونش على الميزل والديستل أو على البلاتل، لازم يكون all around. فالسبب اللي هون اللي صارها it's not peri-implantitis, it's a defect of the bone. كيف صار الديفكت؟ ممكن نحكي أسباب كتير. واحدة من الأسباب المتوقعة اللي هي most probably اللي صار إنه لما نحط الإمبلانت نحط جوا العظم، بس كان العظم الموجود بكري very thin، البكر البون very thin صار له resorption. فالدكتور لما حطه فكر إنه هو حط الإمبلانت جوا العظم، بس ما حسب حساب انه راح يصير ريزوربشن، فالنتيجه اللي صارت شيء زي هيك. او ممكن يكون العظم كان ثيك، فعلا كان ثيك بس صار له ريزوربشن لانه كان الهيلينج بطيء في هذيك المنطقه، او واتيفر كان الريموتلينج في هذه المنطقه السبب انه يصير ريزوربشن. يعني مش شرط انه الحق الدكتور، الدكتور كان ممكن تو افويد ات موست بروبلي، بس انه هل ممكن انه لا كان وضع طبيعي بس بالرغم من هيك صار ريزوربشن، برضه ممكن يكون This is the case. الاحتمال الثالث اللي ممكن يكون، أنا بحكي احتمالات عن هاي الكيس مش رح أقدر أحكي لكم شو السبب الحقيقي، لأنه الإمبلانت أصلاً مش أنا اللي عملته، الجرافتينج أنا عملته، أجاني في الوضع اللي ورجيتكم إياه، بس الإمبلانت مش أنا اللي عملتها. الاحتمال الثالث إنه المريض عمل السيرجري with a flapless technique. مخاطر الفلابلس إمبلانتيشن، واحدة من الأشياء اللي دائما نحكيها في الامبلانتولوجي في السيرجيكال امبلانتولوجي، انه لما انت تشتغل فلابلس انت ما بتكون شايف بالضبط وين الامبلانت محطوط بالنسبه للعظم، فقد يكون من اول يوم انحطت الزرعه برا العظم اذا عملت فلابلسلي، والمريضه ما قدرتش، يعني سالتها ما قدرتش استفيد منها لان الزرعه عملتها زمان انه هل هو فلابلس او مش فلابلس، فما قدرتش اعمل. قد يكون انه انعملت فلابلس ومن اول يوم كانت الامبلانت برا العظم. anyway نعمل الجرافتنج بهذا الشكل. السلينج سوتشر، شكل السلينج سوتشر، هون السلينج سوتشر مستعمله مرتين. اول شيء الجرافت، ولاحظوا انه احنا بنثبت السوتشرز على طبقتين. اول مره الفلاب نعمل له سوتشرز لحاله، بعدين الفلاب لحاله نعمل له سوتشرز، وفي الحالتين استعملنا السلينج سوتشر. اول مره السلينج سوتشر حوالين النك افتر implant في الحالة، ونفس الإشي حوالين الناتشرال تيث. إحنا نستعمل سلينج سوتشر في حالة الكناين، وجناء قبل شوي كان في سلينج سوتشر حكيت لكم عنها بس بعرفش قديش دققتوا فيها لأنه هون مركزتش عليها، لأنه بدي أورجيكم كيف شكل سلينج سوتشر زي الصينية المربوطة بحبال على رقبة الشخص. البيعين في بيعين بيكونوا حاملين صينية بهذا الشكل عشان ضلوا حاملها طول النهار، بيكون ماخذ أنكوريج من إشي سوليد اللي هو رقبته واللي هي مبني على العمود الفقري. فنفس الإشي الأسنان، بيكون عندنا السن هو منطقة سوليد نقدر ناخذ منها أنكوريج نثبت الجرافت against the tooth or against the implant في الحالة specifically. نفس الإشي الفلاب لما تسكر نستعمل سلينج سوتشر، وبالإضافة للسلينج سوتشر نعمل هون interrupted. إذا حدا بقول لي هاي سلينج، هاي مش سلينج، بس اللي هون نعملت هاي كانت سلينج حوالين السن، تمام، وهون انتربتد عادية. إذا بنشوف السلينج من ورا كيف بتكون، السلينج من ورا هيك بتكون، يعني النوت لما إحنا ربطنا كناش شايفين النوت، النوت صارت ورا السن بالضبط
ورا السن في المنطقة البلاتيلي، هاي هي السلينج سوتشر. وهون كمان نتاخذ كرافت في هاي الحالة كمان مرة، شايفين عندنا السوتشر اللي عامل ليجيشن للأرتري، شايفين انه عشان يمنع البليدنج. وهذا التكنيك كان مختلف في هاي الحالة، كان مختلف عن التكنيك الأولاني. هون ما اتاخذ وذ ابيثيليوم، اتاخذ سلايس، دخلنا راح نشوف صور توضيحية لقدام انه اخذ سلايس من كونكتيف تيشو without the epithelium. Advantage تبع هذا التكنيك انه للمريض كتير اريح الهيلينج، لانه ما انتركش عنده ووند مفتوح. في الحالة الاولى كان ووند مفتوح، فبيكون اصعب للمريض او بيكون وجع المريض في الايام الاولى قبل ما يصير في عنده هيلينج. بس بالمقابل لو قلت لي طب ليش ما دائما نعمل هيك، بالمقابل الثاني الى ادفانتج كتير احسن، انه بالمقابل انا بقدر اخذ جرافت كتير اكبر في التكنيك الثانية، بقدر اتحكم بالشكل اللي بدي اياه كثير اكثر، لانه بكون بقص الجرافت في منطقه انا شايفها. غير عن في هاي الحاله لما انا بشوف صور توضيحيه اللي مش متخيله، لما انا ادخل سلايس تحت الابيثيليوم بكون اشتغل في منطقه انا مش شايفها، وبعرف حجم الجرافت النهائي بعد ما اطلع الجرافت، بعد ما يصير فيش مجال انه انا اكبر او اصغر، فبكونش عارف بالضبط قديش حجم الجرافت اللي راح اخذه. وهي هي صعوبة أو خطورة السيرجري في هاي الحالة. هون هاي الحالة نفسها بعد ما نعمل الجرافت، نعمل تمبر كرونز، بنشوف إنه هون قديش كان في عنا هون مبين شادوينج، شايفين الإمبلانت ثرو ذا سوفت تيشو، وهون هاي المنطقة قديش اختفت. طبعا في هون منطقة مبينة من الإمبلانت لأنه هدول لسه تمبر كرونز، معمول المارجنز زي ما حكينا في الكراونينج ثينج، معمول المارجنز سوبرا جنجيفالي انتشنلي، احنا عن قصد عاملين المارجنز بعيده عن المارجنز اوف ذا ريستوريشن، معموله بعيده عن السوفت تيشو عشان يسمح لها للماكسيمم هيلينج. انا ما بدي احط المارجنز اوف ذا تمبرري كراون ضغط على اللثه وما تسمح لها تبني، بدي اعطيها مجال تبني على الاخر، وبعدين حسب وين تبني بعمل البيرمننت ريستوريشنز. نفس فكره او نفس الكونسبت اللي في الارتكل اللي معكم بكيف ببني البابيلا، ببعد الريستوريشن على البابيلا، بسمح لها تبني وبحفزها عن طريق انه يضلوا يبعد عنها، يعني كل ما توصل البابيلا للمستوى اللي هو واصله بعد بيبعد عنها عشان يسمح لها اذا هي قادره تبني كمان انها تبني اكثر من هاي التيشوز. طيب السؤال المهم، الريسيشنز، شو سبب الريسيشنز وليش الريسيشنز موجوده في البكل؟ سبب الريسيشنز أكثر من أكثر أسباب الريسيشنز اللي هو الميكانيكال تروما. مريض بفرشي بقوة زيادة عن اللزوم، بيعمل فرشاي بقوة، بيستعمل هارد توث برشز، بيعمل هوريزونتال، راح يشوف عنده ريسيشنز غالبا بيكون على مالتيبل تيت. السواك، إذا نعمل السواك بقوة بضل المريض يعمل بالسواك، ممكن في مرضى بحط ألم أو بضل يعض على أظفره، بضل يحط أظفره ويضغط على اللثة، بصير في عنده ريسيشن في المناطق اللي هو بيضغط عليها. بيرسينج، هذا الاشي مش موجود عندنا في مجتمعنا، بس المجتمعات الغربية موجود كتير، ناس تعمل بيرسينج في الليبس وان أبر أو اللور ليب، البيرسينج من جوا بيعمل تروما على الجنجيفا وبيعمل ريسيشنز في هاي المناطق. زي ما حكينا الأجريسيف توث براشينج after ortho post orthodontic very very common إنه نشوفه after orthodontic treatment. مريض بيكون مخلص التقويم وعادة بيكون هون، يعني الهند خلينا نحكي انه هذا الكيس هي افتر اورثو، يعني انا لو اجاني المريض زي هيك مجرد ما فتحت امه لسه ما حكاليش ولا كلمه، انا موست بروبلي حاتوقع اقول له انت عامل تقويم في الماضي ولا مش عامل تقويم في الماضي. ليش رحت لخيار التقويم في هالحاله ما رحتش لخيار الاجريسيف برشينج اللي هو الاحتمال الثاني؟ لانه الاجريسيف برشينج يوجوالي بيكون اكثر من سنه. طيب اذا مش اجريسيف براشنج ولا اورثودونتيك تريتمنت، معناه بدي ارجع لاحتمالات انه هو يكون لوكال فاكتور بس على سن واحد، زي مريض بيعض بحط اظفره بس كل مره في نفس المكان، او بحط الم في تمه دائما في نفس المكان، او عنده بيرسينج او كان عنده بيرسينج في الماضي في مكان واحد، فراح يعمل ريسيشن بس في مكان واحد. عاده الفكره بدي اوصلها انه الاجريسيف براشنج عاده بيكون ماخذ اكثر من سن مش سن واحد. بركم انه نشوفه بعد الأورثودونتيك تريتمنت. والشيء اللي قد يكون غريب لكم انه تسمعوه او اذا شفتوه، انه مرات بصير هذا الريسيشن افتر اورثو فتره طويله، يعني تسال المريض انت كنت عامل تقويم؟ بقول لك اه كنت عامل زمان، فكيته الى 10 سنين في التقويم.
بس هلا بس هاي السنه بلش عندي الريسيشن، شو له علاقه؟ له 10 سنين نخلص بيكون له علاقه. كمان انه نشوف هذا الشيء بعد فتره طويله، وكمان انه نشوفه اثناء التقويم، في مرضى لسه قبل ما يفك التقويم بيكون صار عندهم الريسيشن، او حتى ممكن يوقفوا التقويم بسبب الريسيشن، او عند الفتره الاخيره اجوا بدهم يخلصوا التقويم صار عندهم هذا الريسيشن. هذا الريسيشن مش عباره عن بيرودونتايتس، ما بنسميه بيرودونتايتس، هذا بيكون بسبب انه في عنا، اذا طلعوا هذا المريض مثلا سبيسيفيكلي عنده ثين بايوتايب، لما حرك الاسنان كانه الاسنان كانه السن هذا بالذات طلع برا الكبسول تبعه وصار في عليه ريسيشن. طبعا اذا بطلع السن اورثودونتيكلي بطلعه كثير بكري متوقع جدا انه يصير عليه ريسيشن، بس حتى مرات حركات بسيطه بكون عاملين دافعين السن شوي بكري بيصير فيه ريسيشن بهذا الشكل. هذا حسب الميلر كلاسيفيكيشن، هو ميلر جريد 2. ليش ميلر جريد 2؟ الانتر بروكسيمال بابيلا انتاكت، فيش في عنا اي اتاتشمنت لوس، والريسيشن واصل المارجن بيوند ذا ميوكوجينجيفال جنكشن، يعني ما في عنا هون كيراتينايز جنجيفا بهاي المنطقه. وهي من ناحيه بريدكتابيليتي الحاله فيري هايلي بريدكتابل، وزي ما انتم شفتوا النتيجه كنت اعرضها في الاول، النتيجه حصلت على روت كفرج 100% لما استخدم فيها السوفت تيشو جرافت. طيب الالفلار بون كمان في البكال كثير ارفع، خاصه في الانتيرير تيث بيكون كثير ارفع من اللينجوال، عشان هيك بنشوف اكثر ريسيشنز في البكال مش في اللينجوال اريا. اذا بنطلع على كروس سكشن، هذا اناتوميكال كروس سكشن، بنشوف انه البكال بون عاده في هذا لور انسايزر البكال بون ارفع بكثير من اللينجوال، فشيء طبيعي انه متوقع انه كثير اسهل نشوف عنا ريسيشنز في البكال مش موجود في اللينجوال او في الانتر بروكسيمال ارياز. حتى المرضى اللي عندهم ثين بايوتايب بنشوف عندهم كثير اللي احنا بنسميه ديهيسنس او فينستريشن. ديهيسنس اللي هو عباره عن ديفكت، وحكينا هذا الشيء، حكيت لكم اياه في المحاضره المره الماضيه. هذا الشيء ممكن يكون موجود في مريض مش عنده بيرودونتايتس، مجرد عنده ثين بايوتايب، وانت كلينيكلي بتفحصه فيش عنده ديب بوكيتس، يعني هاي المنطقه البروب بوقف عند السمنت انامل جنكشن بالوضع الطبيعي، وكل هاي المنطقه هي مش منطقه اكسبوز، هي منطقه عليها سمنتوم وعليها فايبرز كونكتيف تيشو فايبرز ماسكتها بالجنجبه، فهي تعتبر نورمال بيرودونتشن، بس الميسنج فيها طبقه العظم. هذا عباره عن سلايز كادافرا سلايد عشان نكون عارفين، يعني ماخوذ منه كل شيء السوفت تيشو، بس شايفين احنا العظم والاسنان منشف دراي كادافر، ففيش عليه اي سوفت تيشو، بس احنا بنتوقع انه هذا قد يكون في هيلثي بيشنت وذاوت اني ريسيشن، وقد يكون نقدرش نجزم واحنا بس نطلع على الصور، خاصه الصوره اللي على الشمال، انه هذا المريض ما عنده كان ريسيشن في هذول الاسنان. طيب exposed root external surface، حكينا انه هذا الشيء مفروض انه يكون covered by cementum، بس مجرد انه هو يصير exposed بطبقه السمنتوم بتروح، يعني لو هذا المريض بدون ما نحطه تحت مايكروسكوب وبدون ما نفحص احنا بنعرف انه exposed root ما في عليه سمنتوم، اللي احنا شايفينه هو دنتين، وهذا من ناحيه نجاح العمليه هذا هو مشكله، لانه اذا احنا بدنا نعمل complete regeneration، احنا بدنا نحقق regeneration of the tissues، فإحنا نحتاج أن نحقق سمنتوم جديد، كونكتيف تيشو جديد، إبيثيليوم جديد، إذا بكون في عظم جديد أحسن وأحسن، بس مش شرط يكون في عظم جديد عشان نوصل للنورمال بريدونشن. هاي هي الأشياء اللي بدنا نحكيها. بالنسبة للريجنريشن هو by definition regeneration هو restoration of the normal بريدونشن in a way that architecture and function of the injured site are restored. يعني احنا بدنا كمان الاركيتكتشر مش بس الفانكشن، يعني اذا احنا قدرنا نغطي التيشوز عملنا، وهذا الشيء مرات بيصير، قدرنا نعمل سوفت تيشو جرافتنج وغطى من ناحيه استاتيك ومن ناحيه الشكل والفانكشن، اعطاني هذا الفانكشن بس هو من جوا not attached to the tooth، فهذا لا يعتبر regeneration، يعتبر ايش by definition، يعتبر هذا مثال على الريبير. بس لحسن الحظ اللي بصير اثبت الدراسات هيستولوجيكلي انه لما احنا نعمل سوفت تيشو جرافتنج لهي المنطقه، اذا احنا بنحكي عن 3 مليمتر ريسيشن،
على الأقل نص المسافة 50% of the distance بيصيرها true regeneration، يعني بيبني سمنتوم جديد على هاي المنطقة، والأوريجين of the cementum أو السمنتوبلاست بيكون من الـ periodontal ligament الموجود beneath this site، يعني الـ periodontal ligament area الموجود في القريب هو بوفر السلز اللي هي ممكن to differentiate into cementoblasts وتعمل عنا new cementum في المنطقة ويحقق لنا true regeneration. طبعا واحدة من اللوكال فاكتورز اللي هو الفرينوم اتاتشمنت، مرات الفرينوم اتاتشمنت تكون عاملة تنشن على جنجيفال مارجن ممكن تسبب لنا مور ريسيشن في هاي المنطقة زي هاي الفرينوم اتاتشمنت. طيب زي ما حكينا لما احنا نحكي على سيرجري بنحكي على إلكتيف سيرجري، وهون هاي المريضة مثلا لو اجت بهذا اليوم قالت لي قلت لها اوكي انت انديكيتد بقدر اعمل لك روت كفرج بريدكتبل ممكن اوصل لنتيجة 100% تقول لي اعملها هلا، بقول لها سوري ما بقدر اعملها هلا لانه انت عندك انفلاميشن، لازم اعالج الانفلاميشن بعملها سكيلينج بسيط مش اشي صعب، بعملها سكيلينج وبستنى على الاقل اسبوعين عشان يصير هيلينج للجنجيفا طبعا with good oral hygiene المريض بده يكون الفرش بشكل كثير منيح عشان يروح الانفلاميشن بعدها نقدر نعمل soft tissue augmentation surgery. Indication for root coverage في عنا زي ما حكينا في أشياء المريض بيكون يدور عليها وفي أشياء المريض بيكون سائل فيها أو بدورش عليها. نيجي نحكي على Indication من ناحية cosmetic أو patient طلع عليها من ناحية aesthetic بده يعمل root coverage لأنه ما بده يشوف شكل الروت، ما بده الأسنان تكون طويلة، هذا الإشي مضايقه من ناحية شكل. في مرات مرضى مضايقهم الريسيشن بسبب السنسيتيفيتي، بنعرف إنه الإكسبوزد روت طبعا السمن فايتال بيكون احتمال كبير انه يكون سنسيتيف، بشرب المريض شيء سخن بارد بتوجع فبده حل ممكن يكون عن طريق الروت كفرج انه يغطي هذا الروت عمليا. احنا عملنا فيزيكال بارير او عملنا ريجنريشن بطلت الحراره لما يشرب شيء سخن او بارد توصل الروت فبتقل عنده بطبيعه الحال السنسيتيف. بالنسبه للدنتس بالنسبه لنا احنا الروت كفرج احنا بهمنا انه نغطي الروت عشان نقلل الكاريز اللي ممكن يصير، بهمنا انه نعمل ديبنينج او يعني يكون في عنا فيستيبيول ديبث او فيستيبيول اعلى بحيث انه المريض لما يفرشي يقدر يوصل للمارجن اوف ذا تيشوز. لانه واحده من المشاكل يعني نتيجه تسال هاي المريضه كثير مرات بنشوف مرضى عندهم جود اورال هايجين وفرشوا مرتين وثلاث مرات في اليوم بس ستيل في عنده كلاك في هاي المنطقه وفي عنده انفلاميشن، بنقول له بس انت لازم تفرش احسن، بقول له انا بفرش كثير منيح وبكون يعرف الباست تكنيك وموديفايد باست تكنيك بزاويه 45 بس بالرغم من هيك هو ما بوصل لهي المنطقه لانه ما عنده ديبث اوف ذا فيستيبيول كافي، ما عنده ديبث فراس الفرشاي بيستصعب او بتوجع ليوصلها لهي المنطقه مع انه هو بحاول مش قادر يوصل لها. فهي واحده من الاسباب كمان اللي بنشوف فيه انفلاميشن في هاي المنطقه حتى لو المريض عنده good oral hygiene. فعشان هيك كمان هي واحدة من الindications حتى لو المريض مش مضايقته من ناحية استاتيكال فرضا lower anterior tooth مش مضايقه استاتيكلي بس كل فترة بالرغم من انه بيعمل oral hygiene زي ما احنا بنطلب منه مستوى oral hygiene تبعه منيح بس هالمنطقة ما بيقدر ينظفها فهذا indication انه احنا نعملها root coverage او soft tissue augmentation في هاي الحالة. طيب زي ما احنا شايفين هاي مريضة نعمل لها soft tissue augmentation، شايفين انه مع انها ميلر جريد كلاس 1 برغم من هيك ما حققنا ال 100% coverage، تقدر تقول حققنا 70% او 90% coverage. وفي هاي الحالة المريضة اذا مش satisfied وستيل لسه معنية وحابة بنقدر نعملها second surgery بعد شهرين او ثلاث شهور نعملها كمان مرة grafting وممكن في هالحالة احتمالية انه نقدر نغطي 100% وارد جدا. اذا المريضة مش interested او حل المشكلة الاستاتيك او حل المشكلة اللي هي السنسيتيفتي فوقتها مش داعي انه نعاود نحل المشكلة كمان مرة. هاي article لواحد من الاوثرز المشهورين في الاستاتيك برودونتال سيرجري زوكيلي، باي ذا واي هو واحد من الاوثرز للارتكل تبعت الكراون لينثنينج اللي راح تدرسوها، اسمه زوكيلي بيرودونتست ايطالي كثير كثير مشهور خاصه بالاستاتيك بيرودونتال سيرجري، عرض هاي الارتكل فحاطط الصور لعده حالات فبسالنا هاي الحالات هل انتم شايفينها انه هي سكسسفلي تريتد؟ اذا انا قلت لك انه هذا المريض كان عنده ريسيشن
وتعال اجرى سيشن في هذول الاسئله اللي شايفها، هل هذا هل هاي النتيجه احنا شايفينها سكسسفل جود ريزلت ولا مش شايفينها انه هي تعتبر هنقدر نعتبرها جود ريزلت او لا؟ فالنتيجه اللي هو بحكي لك انا بدي اورجيك الحاله قبل، هاي كانت هيك الحاله وصلت هيك، هل هذا الشيء سكسسفل تريتمنت؟ هل هذا انت بتعتبره هاي 100% سكسس؟ المريض patient satisfaction اغلبهم اعطوا انه او كان الرضا تبعهم 100%، بس ورجينا بالرغم من انه كان الرضا تبع المرضى 100% الروت كفرج ما كانش 100%، بس هو كلها هاي الحالات عوضها عن طريق انه عمل restorations، يعني وصل بالروت كفرج خلينا نحكي 90% او 70%، والجزء البسيط اللي ضل نعمل فيه هون فيلينج، فكل هاي الأسنان معمول عليها فيلينج في المنطقة السيرفايكل، فبطل مبين السمنتو إنامل جنكشن، فالبيشنت أعطى ساتسفاكشن 100%، مع إنه من ناحية روت كفرج ولا واحدة من هاي الكيسز أعطت روت كفرج 100%. فهون بأكد لنا فكرة إنه إحنا البيشنت ساتسفاكشن مش هو السكسس اللي إحنا دائما بندور عليه، احنا قد تكون بندور على 100% روت كفرج، اذا ما صار شو 100% روت كفرج نعتبر انه هاي العمليه مش فشلت بس ما اعطتناش الاوبتيمم، بس بالنسبه للمريض مع ريستوريشن بسيطه اعطته الاوبتيمم واخذ 100% ساتسفاكشن بالرغم من انه مش 100% كفرج. رح نحكي على التكنيكس باختصار، احنا قربت الساعه 3 مش رح نطول، رح نحكي على التكنيكس باختصار لانه احنا توبكنا مش هو انه نحكي التكنيكس كيف تنعمل، هدفنا انه نحكي شو انواع التكنيكس لانه هاي تعتبر very advanced، يعني هاي الروت كفرج او السوفت تيشو جرافتنج تعتبر من اكثر السيرجريز اللي هي تكنيك سنسيتيف او advanced سيرجريز. لو نحكي على السيرجيكال تكنيكس في عنا بيديكال جرافت وفي عنا فري سوفت تيشو جرافت. الفري سوفت تيشو جرافت الفرق الاساسي بينهم انه الفري انك تاخذها من الدونر سايت من مكان تفصلها بتحطها في الريسيبيانت سايت، هاي تعتبر فري وفي لها انواعها. البيديكال فلابس اللي هي انت ما بتفصلها من مكانها، انت عمليا بتفصلها without complete detachment من التيشوز، رح نشوف عليها امثله زي اللترالي ريبوزيشن فلابس، سن عليه ريسيشن في المنطقه، ممكن من المنطقة المجاورة له نعمل partial thickness flap ونعمل rotation لهذا الفلاب نغطي التيشو. تكنيك مش كتير بنجح في كل السيرجريز، ليش؟ لأنه مش دائما بتلاقي neighboring recipient donor site اللي تقدر تاخده منه، مش available الdonor site في هاي الحالة زي ما هو available في البلد، عشان هيك مع إنه هو as a success عالي ونتيجته أحسن one surgical site و pain أقل، بس هو مش دائما بنقدر نحققه لأنه مش دائما عندنا ظروف مناسبة إنه ناخذ من حوالين الأسنان اللي جنبه عشان نقدر نغطيه. في عنا نوع تاني من ال lateral positioning، بقولك بدل ما ناخذ من جهة ونحركها باتجاه defect ممكن ناخذ من جهتين ونقربها مع بعض، يعني ناخذ من ميزة للdefectist للdefect ونقربهم على الديفكت. طبعا له مشاكله هذا النوع من انواع التكنيك لانه صفى في عندنا سوتشز في النص تقرب الطبقتين على بعض، وهذا راح يسبب عندنا تنشن على المنطقه وهيلينج كثير اقل. وفي عندنا الكورونالي ريبوزيشن فلاب، كورونالي ريبوزيشن فلاب اللي احنا شفناها في حاله الكناين اللي شرحت لكم اياها، نعمل انسيجن زي هيك زي ما احنا شايفين هون، انسيجن واحد هيك بالطول بالعرض بالطول ونسحب كل هذا الجرافت كورونالي، واستعملنا معه في حالة الكراين استعملنا معه كونكتيف تيشو جرافت، بس هو التكنيك بينفع طبعا مش محبذ، بس بينفع انه نعمله without كونكتيف تيشو جرافت، يعني مجرد ما نعمل الفلاب ونسحبه كورونالي ما نحطش كونكتيف تيشو تحته بينفع هذا التكنيك وبنجح، بس افضل دائما انه نحط كونكتيف تيشو جرافت. يعني حالة زي هاي، هي مأخوذة من ارتكل برضه فيها زوكلي واحد من الاوثرز، بيحكي عن كورونا ادفانس فلاب فور سنجل ريسيشن، عمل هذا الانسيجن بهذا الشكل ورفع الفلاب وسحبه مور ابيكلي ويزاوت كونكتيف تيشو جرافت واعطانا نتائج كثير منيحه.
في عندنا كمان تكنيك اللي هو شوي يعني نقدر نحكي مش كتير ناجح اللي هو السيميلونر فلاب. هو بسيط من بساطة، بتقدر تتوقع قديش هو not predictable، إنه هو ينعمل incision كتير بسيط في هاي المنطقة، نسحب التيشوز لتحت without any grafting، بس زي كأنه نعمل repositioning لهذا الجرافت بهذا الشكل. طبعا indication الحالات اللي بنفع ينعمل فيها كتير كتير قليلة، والنجاح تبعه برضو قليل مش عادي. في عنا الفري سوفت تيشو جرافت. هلا انتقلنا من البيديكال جرافت اللي هو نقلناها من مكان لمكان، من مكان لمكان مجاور بدون ما احنا نفصلها، وفي عنا الفري جرافت زي الكونكتيف تيشو جرافت والفري جنجيفال جرافت اللي ممكن نستعملها باكثر من طريقه. ممكن نعملها كومبينيشن مع ال ممكن نعمل فيها كومبينيشن مع الكورونال ادفانس فلاب زي ما عم شفنا قبل. في عنا التانل تكنيك، ممكن التانل تكنيك لمالتيبل ريسيشنز نجيب جرافت نحضر في المنطقه ونسحبه نغطي فيه اكثر من سن، وهذا التكنيك موجود واقعي يعني ونسبه نجاحه عاليه يعني كثير منيحه، مش تكنيك خيالي يعني، هذا التكنيك الموجود. بيجي نحكي في الكرافتنج ماتيريال. الكرافتنج ماتيريال كل تركيزنا لغايه هاي اللحظه كنا نحكي على الكونكتيف تيشو جرافت، بمعنى من انه هو اوتوجينس جرافت. اوتوجينس جرافت ماخوذ من نفس المريض، حكينا وذ ابثيليوم او وذاوت ابثيليوم، في لهم اكثر من تكنيك. بس اذا بدنا ناخذ شيء نوت فروم ذا بيشنت، هل في عندنا grafting material مش من البيشنت؟ نعم، في عنا اللي هو بنسميه acellular dermal matrix اللي هو عبارة عن connective tissue graft مأخوذ من allogenic، مأخوذ من بشر مش من حيوانات. هاي المرة مش ما في dermal matrix graft من animals، في من humans بياخدوه، اللي هم عبارة عن ناس متبرعين بأعضائهم، ما بياخدوا جرافت من حدا عايش، بياخدوا بعد ما يموت بكون متبرع بأعضائه، بياخدوا الجلد السكن وبيعملوا منه السيلولار ديرمال ماتريكس. هذا متوفر في السوق يعني تقدر تشتري، مش إشي مش موجود عندنا بس هو غالي يعني. بس على سبيل المثال لكم عشان تعرفوا شو نحكي غالي، اللي ممكن القطعة الواحدة اللي بحتاجها بس تقدر تفيدني في عملية واحدة ممكن يكون حقها 1000 أو 1500 شيكل. طبعا كلها شركات من برا البلد، اغلبها شركات امريكيه اللي عندها هاي المواد. طبعا نرجع للمقارنه، اذا حكينا الكونكتيف تيشو جرافت ولا الاسيلولار ديرمال ماتريكس، الكونكتيف تيشو جرافت اوتوجينس من نفس المريض، الاسيلولار ديرمال ماتريكس الوجينيك من مريض ثاني او من حدا متوفي. الكونكتيف تيشو جرافت هو مجاني تاخذه من نفس المريض، الاسيلولار ديرمال ماتريكس هو مكلف لانه متبرعين باعضاء وبيبيعوها الشركات بتبيعها بمبالغ مش رخيصه. الكونكتيف تيشو جرافت الهيلينج تبعها نورمال هيلينج، مشكله السيلولار ديرمال ماتريكس انه فيري سلو هيلينج، وهذا بالتالي بينعكس على الريزلتس، بتعطي الريزلتس كثير اسوء من الفريجنج من الاوتوجينس كونكتيف تيشو جرافت. طيب تحكي لي كل هاي الادفانتجز في الكونكتيف تيشو جرافت، فيش فيها ديس ادفانتجز؟ ديس ادفانتجز طبعا اللي هي وجود السكند سيرجري، بدك تضطر تفتح له البلت في نفس اليوم العمليه، بدك تفتح له البلت تاخذ منه الكونكتيف تيشو جرافت وفي نفس اليوم تعملها جرافتنج في نفس المنطقه. طبعا اذا حدا خطر على باله انه الاسيلولار ديرمال ماتريكس من مريض متوفي احنا لازم ناخذه ايميديتلي، التيشوز بتكون عايشه؟ لا، التيشوز بتكونش عايشه، بس بياخذوا الكولاجين ماتريس، يعني بيكون المريض متوفي له سنه سنتين وتغير، بيكونوا ماخذين الماتريس وبنباع في باكيتات، بنجيبه في باكيت وبنستعمله، يعني مش لازم يكون immediately يوز. بس في حاله الكونكتيف تيشو جرافت اللي هو الاوتوجينس من نفس المريض لازم ناخذ الجرافت في نفس اليوم، نفس اليوم بنزرعه مباشره للمريض. حاله سوفت تيشو جرافتنج لامبلانت، في عندنا كان زرعة زي هاي برضو معمولة من زمان، وشايفين احنا في عنا زي ويندو صغير فتحت السوفت تيشو على الزرعة، فصار في عنا ديفكت من هذا النوع. قررنا انه نعملها عن طريق التانل تكنيك، موديفايد تانل تكنيك، نعمل كونكتيف تيشو جراف، نفتح فيرتيكال انسيجن زي ما احنا شايفين هون، مدخلين الانسترومنت عشان تطلع الانسترومنت من الجهة الثانية، دخلنا من السلكس للسن اللي جنبه، وصلنا لمنطقة الديفكت، رفعنا الفلاب، دخلنا السوتشر في الجرافت وسحبناه،
سحبنا الجرافت المربوط من الخيطين من الخيط من الجهتين من مربوط يعني الخيط رايح وراجع فاحنا في ايدنا في خيطين بنسحب الجرافت وبنكون نمرق فيه من خلال التانيل زي ما احنا شايفين هون في هاي الرسمة عشان يوصل للمنطقة اللي احنا بدنا اياها ويسكر الفتحة الموجودة في الجنجفة صار الديفكت بهذا الشكل بعد هيك فكينا القطب فكينا القطب عن البلاط بعد اسبوع وهذا بعد 2 weeks شايف النتيجة after 2 weeks سكر عنا الشباك وهي النتيجة بعد 3 months وهي النتيجة بعد 5 years لاحظوا لون البياض أكثر اللي هو بلحق لون الجنجبة after pellet في هالحالة طيب anatomy مش رح نحكي كتير بس في عنا greater palatine artery and the nerve هدول we need to avoid them لما احنا ناخد the graft من الهارد بلات هدول بيكونوا تقريبا على مسافة 13 مليمتر من الجنجيفال مارجن اوف ذا ابر تيث فعشان هيك لما احنا ناخذ الجراف تبعنا بنحاول انه ما نوصلش اكثر من 13 مليمتر من الجنجيفال مارجن بنقيس وين في 13 متر مليمتر وبعدين نعمل البلاننج من وين بدنا ناخذ الجراف عشان ما نطب لا بالارتري ولا بالنيرف ما نعمل ديسنسيتيزيشن اوف ذا بلات ولا نعمل بليدنج اكسسيف بليدنج في هذيك المنطقه الفري جنجيفال جرافت ممكن زي ما احنا شايفين هون بالصوره نحط على منطقه فيها ريسيشن حطت على التيشوز وعلى الاسنان في المنطقه بس مشكلتها شغله واحده مهمه انه الجرافت راح تضلها لونها ابيض من لون الجنجيفال فراح يضل اللون هاي مبين حتى لو بعد 10 سنين لو بعد 20 سنه شفت المريض راح تضلك تشوف الجرافت لونه غير عن لون التيشوز تبعت المريض هون قاعدين بنقيس عشان ناخذ الجرافت بالحجم اللي احنا بدنا اياه نعمل فري جنجيفال جرافت بتاخذ وذ ابيثيليوم بعد هيك بنعمل له دي ابيثيلايزيشن عشان يصير عباره عن بيور كونكتيف تيشو جرافت وذاوت ابيثيليوم في تكنيك ثاني حكينا اللي ممكن ندخل سلايد ناخذ من الكونكتيف تيشو اللي هي هاي المنطقه وذاوت ابيثيليوم فبدنا ندخل البليد اول كات بهذا الاتجاه هوريزونتالي بعدين بدنا ندخل بالبليد بهذا الشكل فيرتيكالي وهي المنطقة اللي هي راح تعمل لنا تكون لنا الجرافت نسحبها سحب من خلال الانسجن اللي احنا فتحناه بس زي ما حكينا تكنيك اصعب من اللي قبل وكمية الجرافت ما بتكون جارانتيد الشكل الوند بعد ما تاخذ منه الجرافت هو زي هيك بس عبارة عن سلايس صغير ما بتاخذ طول الجرافت في هالمنطقة في عنا الانفلوب تكنيك اللي هو بيشبه التنل تكنيك بس لسن واحد هاي الحالة اللي هون موجود في اناليسيشن على الكناين عملنا توسيع بالبريوستيال بالانسترومنت تبعتها ودخلنا الفلاب دون ما نرفع الفلاب يعني ما في فلاب مفتوح دخلنا الجراف تحته دخلنا شوي شوي تحته وثبتنا الجراف في هاي المنطقة واخذنا نتيجة كثير منيحة تقريبا 100% كفرج كان الريسيشن تقريبا 3 ملم قبل صار 0 وقدرنا نغطي التجهيز بشكل كتير منيح. هاي اخر حاله اظن بدنا نشرحها اللي هي عباره عن تانل تكنيك فيها ميلر جليد 1 مالتيبل ريسيشنز في عنا على الكناين والفور واللثل في عنا ريسيشنز عملنا لهم تانلينج اوبريشن نعمل التوسيع بالانسترومنت في المنطقه عشان بعد هيك نقدر نخيط السوتشرز without tension لأنه كتير مهم نخيط without tension فعشان هيك بنعمل الريليس زي ما احنا شايفين نعمل connective tissue graft دخلنا ال connective tissue graft من بينهم كلهم فكرة التانل كل graft دخلناها وهيها ثبتناها بالسوتشرز هون يعني ال graft مبين طرفه بنثبت ال graft قبل لحاله على الأسنان horizontal أو sling sutures وبعدين الفلاب بصير بغطي الجرافت زي ما هو موجود في هاي الحالة وهيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة يعطيكم العافية وبعتقد كمان خلصت هذا كورس الاستاتيكس المكثف كان على مدار الأسبوع راح أبعت لمحمود أو لمين بدكم أبعت له إيميل في two articles هم المطلوبين منا إنه ندرسهم زي ما أنتم متعودين دائما بحكي لكم إنه اللي موجود في الارتكل مش شرط كله انذكر في المحاضره الريفرنس تبعنا اللي بدنا ندرس منه المحاضرات او الاسئله راح تيجي في الريفرنس اللي انتم راح تاخذوه مش من المحاضرات يعني الارتكلز اللي معكم بدكم تدرسوها
كثير منيح لأنه منها راح يجي الأسئلة مش من المحاضرة. ويعطيكم العافية. إذا في أسئلة معي يعني معنا دقيقتين إذا حدا بحب يضل الأسئلة بيقدر يسأل. طيب أظن فيش أسئلة، لكن فيش أسئلة فهيك راح نسكر المحاضرة. في حدا كاتب إشي؟ لحظة، كيف ناخذ من الإيش السمنتم هلثي ولا شيء؟ كيف تعرف إنه السمنتم هلثي؟ لحظة فهمت السؤال. بحال السمنتم هلثي، كيف تاخذ من السمنتم بحالة الهلثي؟ ما فهمتش السؤال للأسف. هلثي بريدونشن حيث نضمن انه ما يقل عن 1%. ممكن نفتح المايك، نخليكم تفتح المايك هلا لحظة. طيب هاي عملت الاو اللي بده يسأل. دكتور هلا بحالة الهيلثي بريدنشن مش بناخذ شوية من السمنتم علشان ما يصير عندنا ريلابس او كريب؟ مزبوط. فاحنا قديش بناخذ من السمنتم على اساس نضمن انه برضه ما نقل عن 1 ملي؟ قديش بناخذ؟ احنا حكينا هلا احنا في موضوع الكراونينج، مزبوط، مش في الروت كفرج. حكينا انه احنا بعد ما نعمل الابيكالي ريبوزيشنينج اوف ذا بون ليفل، خلينا نحكي او نعمل البون ديزكشن، احنا بنحتاج على الاقل بنحتاج تقريبا 1 مليمتر سطح السن اول اراوند يكون عليه سمنتوم. فهذا السمنتوم بنحاول انه احنا ما نسيبه. في الارتكل اللي حكيت لكم كيف بحافظ على هذا الكونكتيف تيشو، انه بيعمل بون ثيننج في هالمنطقه، ما بيمشي العظم على الاخر، بيعمل ثيننج هيك بضمن انه السمنتوم هو ما صابه في اخر مليمتر. هلا هاي تكنيك. التكنيك الثاني انه ممكن حدا ثاني بيعمل اوستيوبلاستي، بيقيم اول اراوند ذا توث، بيقيم العظم، اوكي قيمه العظم، فيش داعي انه انت تقيم السمنتوم لغايه 1 مليمتر، بس بيوند ال 1 مليمتر احنا بدنا نقيم السمنتوم. مش احنا خايفين نقيم السمنتوم او مش مهم عندنا، لا احنا بدنا نقيم السمنتوم، بنقيمه عن طريق السكيلر، اذا عن طريق انا مثلا اكثر شيء بقيمه عن طريق الالتراسونيك سكيلر، بعمل بالسكيلر الالتراسونيك سكيلر اراوند توث على السمنتوم عشان اقيمه، بس ما بوصل بالسكيلر لغايه ما بقرب على العظم لغايه 1 مليمتر. هلا ممكن تعمله مش بالالتراسونيك سكيلر، ممكن تعمله بالمانيوال سكيلر، بالجريسي سكيلرز، بالكيوريت، ممكن تعمل ريموفال اوف ذا سيمنتوم، طبقه بسيطه جدا، السيمنتوم طبقته فيري فيري ثين خاصه في السيرفايكال اريا، فيري ثين يعني لغايه 50 مايكرون، 50 مايكرون يعني اقل من سماكه شعره البني ادم، الشعره تقريبا 100 مايكرون، فاحنا لما نحكي 50 مايكرون هو نصها، فانت اي شيء بتقيمه على التوث سيرفيس انت عمليا قيمه السيمنتوم، بس ما بنوصل لغايه 1 مليمتر. اعتقد انه هيك جاوبت السؤال، بتمنى انه نفهم الجواب. مفهوم دكتور، شكرا. اوكي في حدا تاني بده يسال شيء تاني سواء عن الكراونينج ثيننج او الروت كفرج؟ تمام، هيك احنا بنكون خلصنا. ببعث لكم الايميل اليوم، ملحم ببعث اياه على ايميله، او اذا حدا ثاني بده نبعته ببعثوا لي ايميل وانا ببعث لكم التو ارتكلز تبعونكم. اوكي زي ما حكينا التو ارتكلز مش تحديدا نفس التوبيك المحاضره، الكراونينج ثينج تركيزه على البروستاتيك بارت، فيه سيرجري وفيه بروستاتيك بارت، والسوفت تيشو تركيزه على السوفت تيشو جرافت نفسها سواء فري جينجيفال او كونكتيف تيشو جرافت. راح تشوفوا الارتكل ومطلوب منكم. يعطيكم ألف عافية.